يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا مصطفى، وكل سنة وانت صباح الفل عليك يا منى، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب. النهاردة تالت أيام عيد الفطر المبارك، ربما كنا يعني من قريب بنعيش أجواء يعني خاصة بالأعياد عند كل المصريين، يعني كان إخواتنا الأقباط من بالأمس القريب كانوا بيعيشوا أعيادهم. النهاردة إحنا بنحتفل بعيد الفطر المبارك، وسط كل ده في أيضا عيد وطني بيجمع كل المصريين على أرضية واحدة. النهاردة بنتكلم عن ذكرى تحرير سيناء، اليوم المجيد اللي استردينا فيه سيناء فيما عدا طابة، كان طابة بعديها يعني تم الدخول فيها في مفاوضات لغاية لما تم خروج الإسرائيليين منها في 15 مارس سنة 1989. النهاردة بيعتبر تتويج لختام معركة الحرب والسلام. النهاردة نجح الجيش المصري في تحقيق الانتصار، في استعادة العزة والكرامة، رفعنا العلم المصري على آخر شبر في أرض الفيروز. عايز أقول لك أن يوم تحرير سيناء هيفضل ذكرى خاصة في وجدان كل مصري. ملحمة استرداد الأرض هي في الأساس انتصار لكرامة المصريين قبل ما يكون انتصار عسكري وسياسي. كانت معركة جسدت أصالة الشعب وبسالة الجيش المصري اللي عمل المستحيل عشان يرجع كل حبة رمل وكل شبر من أرض سيناء. وقتها ابتدوا من على طول بعد لما وقعت سيناء في يد المحتل الإسرائيلي في 67، ابتدت حرب الاستنزاف بعدها بمفيش أيام. على طول كان يعني حصل جهود كبيرة جدا وقتها في الوقت ده، سواء دبلوماسيا أو عسكريا أو مخابراتيا. أمين هويدي رحمة الله عليه كان هو وقتها جدي الله يرحمه، مش عارف بقى شهادتي مجروحة ولا إيه، بس يعني كان على رأس المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت. صحيح. وكانوا ابتدوا على طول الشغل على حرب الاستنزاف، وفاجئوا العدو الإسرائيلي في ذلك الوقت بقد إيه الجندي المصري عنده القدرة على إنه هو ما يسيبش أرضه أبدا. وفعلا معركة التحرير نقدر نقول إنه بعد جلاء آخر جندي إسرائيلي وآخر شخص عسكري ومدني، وبعد رفع الرئيس الراحل حسني مبارك العلم بعد استرداد طابة، نقدر نقول ابتدينا مرحلة جديدة. صحيح. بقى بعد معركة التحرير، وهي معركة إيه؟ بناء أرض الفيروز من جديد. ده حقيقي جدا، معركة التحرير تحولت دلوقتي إلى معركة بناء وتنمية، ربما تغير اللون الأصفر إلى لون أخضر، بقينا نشوف رمال سيناء بتتحول إلى مزارع وإلى طرق وإلى مشروعات تنمية وإلى تجمعات سكنية وأراضي صالحة للزراعة. دخلت المياه إلى أرض سيناء، وبالفعل بدأ هناك إنتاج عدد كبير جدا من المحاصيل. في تنمية حقيقية كلنا ملاحظينها بتحدث على كل شبر في أراضي سيناء، وبالفعل بعد ما كنا من زمان يعني عايز أقول لك إن كان زمان كل الناس بتتمنى إن سيناء بدل ما هي تفضل كده فاضية يبقى فيها شوية تجمعات سكانية أو سياحية، يبقى فيها تنمية حقيقية، فيها ناس قاتلين طول السنة طول الوقت. وده خلي بالك في الأمن القومي أو في نظرات الأمن القومي يعني بيعتبر أكتر طبعا حائط صد لأي عدوان ممكن يحدث مستقبلا، لأن هي لما كانت فاضية كان الموضوع بالنسبة لهم بيبقى ربما أسهل بكثير. الدولة المصرية بتتعلم من الأخطاء وبتتعلم من السبق، وده حقيقي. احنا شايفين دلوقتي سيناء بقت ازاي مختلفة. الدولة قامت بجهود كبيرة ومشروعات عملاقة علشان تقدر فعلا تربط سيناء بمحافظات الدلتا وبمحافظات الجمهورية كلها، تقدر تزرع التنمية والخير، وده من خلال مشروعات بتخدم أهلنا في سيناء في كل المجالات. دلوقتي الخدمة في المحافظات الحدودية نفس الخدمة اللي بتاخدها في العاصمة أو على نفس المستوى، إن لم تكن يعني زيها بالظبط بتقترب منها جدا. وهو ده اللي بيحصل بقاله فترة، إن كل المصريين ليهم الحق إنهم ياخدوا الخدمات اللي موجودة في العاصمة. على أي حال يعني إحنا زي ما قلنا بنعيش هذه الأجواء وحنحتفل مع بعض في صباح الخير يا مصر طبعا بهذه الذكرى الطيبة. بننوه برضو على حضراتكم إن النهاردة المتاحف العسكرية وبانوراما حرب أكتوبر مفتوحة بالمجان لكل المصريين، تستطيعوا أنكم تذهبوا لأي متحف من المتاحف العسكرية مجانا، أنكم تاخدوا ولادكم، أنكم تستغلوا أجازة عيد الفطر المبارك في بعض المعلومات وبعض الحاجات اللي ممكن تعلموها لولادكم. النهاردة زي ما قلنا حركوا بالمجان احتفالا بهذه الذكرى. نصبح عليكم مرة تانية، صباح الفل عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على ايه هي اخر اخبار الطقس في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا هلا. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا منى، صباح الفل عليك، كل سنه وانت طيبين. صباح الفل. لو قلتي لي يا هلا الجو هيحرر
هزعل منك مفاجأة. الطقس مائل للبرودة. الله الله، مش عارفة ليه طول السنة خبر حلو ليكي وحش ليا يعني. على العموم خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس في ثالث أيام العيد. النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 29، أعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 40، وأقل درجة حرارة في مطروح 23. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية. أهلا بكم من جديد. عندنا النهاردة مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي إن شاء الله تكون بتهم حضراتكم. خلينا نبتدي بالأول بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، وأبرزها الجولة التفقدية اللي أجراها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة الجلالة، وفتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء. صحيح، النهاردة أيضا امبارح أيضا رجال الشرطة شاركوا المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وزعوا عليهم الهدايا والورود في عدد كبير من الشوارع والميادين. عندنا أيضا صندوق مكافحة الإدمان نظم أنشطة داخل الحدائق العامة للتوعية بأضرار المخدرات. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الجولة التفقدية اللي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة الجلالة. وامبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه احتفالاً بأعياد تحرير سيناء 25 إبريل، وحرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحيتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته، تقرر فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية بمدن العالمين وبورسعيد والمتحف الحربي بالقلعة مجاناً لاستقبال الجماهير يوم الثلاثاء 25 إبريل. امبارح عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحق الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وده خلال احتفالية أقيمت لأول مرة بمقر قاعة الاحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان. انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1920 نزيل يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. امبارح شارك رجال الشرطة المواطنين لاحتفال بعيد الفطر المبارك في العديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية، مع توزيع الورود والهدايا على المرة ومستقلي السيارات اللي أشادوا بدور أجهزة الوزارة في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بكافة ربوع الوطن. وده بيأتي في ضوء مواصلة تعزيز روح المشاركة الفعالة مع المواطنين، مما يؤكد حرص أجهزة وزارة الداخلية على تفعيل الدور الاجتماعي بجانب الدور الأمني لتأمين كافة المناسبات والاحتفالات المختلفة. امبارح وصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحدائق العامة بالمحافظات المختلفة لرفع وعي الأطفال من زوار الحدائق بأضرار التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية اللي بتتماشى مع المراحل العمرية للأطفال. كمان تم تنظيم عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان. في جولة المحافظات معنا النهاردة مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت في عدد من المحافظات المصرية. كمنها استقبال حديقة الحيوان في بني سويف ل10,000 زائر خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، وكمنها أيضا بدء حصاد محصول القمح في محافظة الشرقية بإنتاجية للفدان وصلت إلى 18 أردب. كمان امبارح في محافظات تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل 11,271 طفل في المنيا ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر للأطفال حديثي الولادة، ومتحف آثار الإسماعيلية احتفل بيوم الأرض العالمي. خلينا نتابع التفاصيل والأخبار في التقرير اللي جاي. مع
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بني سويف اللي أعلنت فيها حديقة الحيوان إنها استقبلت 10,000 زائر خلال أول وتاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط حالة من السعادة بين الزائرين. في شمال سيناء تم الاستعداد لاستضافة سباق الهيجن بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة في الفترة من 26 ولحد 27 إبريل، وبتشتهر مدن سيناء بفعاليات سباق الهيجن وتحديداً العريش. في أسوان تم تجهيز 40 حديقة ومتنزه موزعين بكافة المراكز والمدن لاستقبال الآلاف من المواطنين والمترددين عليها من الزائرين والأفواج السياحية للاستمتاع بمكوناتها الجمالية في أجواء احتفالية وطقس مشمس رائع. في الأقصر أعلنت مديرية الأوقاف أنه بيتم العمل في مشروع صكوك الإطعام، ونجحت المديرية في بيع 330 صك في الإدارات المختلفة، وده في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، وتم تخصيص 11 منفذ لبيع الصكوك للمواطنين. في الشرقية أكدت مديرية الزراعة أن حصاد محصول القمح بدأ بمركز الحسنية، ووصلت إنتاجية الفدان ل 18 أردب، ولحد دلوقتي تم حصاد ما يصل ل 6,000 فدان. في المنيا أعلنت مديرية الصحة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأطفال حديث الولادة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر للأطفال حديث الولادة لعلاج ضعف السمع، وتم توقيع الكشف والفحص الطبي على 11,271 طفل حديث الولادة بالوحدات ومراكز الرعاية الأساسية خلال شهر مارس. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم خلال الأسبوع الجاري 153 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار. في الإسماعيلية احتفل متحف الآثار بيوم الأرض العالمي اللي بيوافق يوم 22 إبريل من كل عام، وخلال الاحتفالية تم زراعة مجموعة جديدة من الشتلات للنباتات العطرية ونباتات الزينة في الحديقة المتحفية بمتحف الإسماعيلية. ما زلنا مستمرين في متابعتنا لفقرتنا في صباح الخير يا مصر، ولكن خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم. ودلوقتي جمعنا مع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان النهاردة في ماتشات كتير مهمة في ذهاب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي، والجولة الـ 30 من الدوري الإسباني. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم مسابقة الروضة النبوية، واللي بتهدف لشرح عدد من الأحاديث النبوية بشكل موجز لبيان ما يستفاد منها، باعتبار أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله عز وجل. النهاردة العشاء الكرة الأفريقية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار لقاءات ذهاب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، من أهمها مباراة بيراميدز مع مارومو جالانتس الجنوب إفريقي الساعة 6 بالليل. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 32 من عمر المسابقة، هيلتقي نيوكاسل يونايتد مع توتنهام الساعة 3 العصر، وفي نفس التوقيت هيلتقي بورنموث مع ويست هام. لعشاء الدوري الأسباني موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة، هيلتقي إلتشيا مع فالنسيا الساعة 2 الظهر، والساعة 4 وربع هيلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد، و6 ونص بالليل هيلتقي ريال مايوركا مع خيتافي، والساعة 9 بالليل هيلتقي إشبيلية مع فياريال. أهلا بكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد. وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار، كل سنة وحضرتك طيبة.
صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. وحضرتك طيبة، يعني طمنينا أخبار الطقس النهاردة إيه في ثالث أيام العيد؟ إحنا لسه شايفين إنه يعني بالليل لسه الجو برد شوية، يعني أنا مش عارفة هل حالة عدم الاستقرار دي مستمرة معانا بقية الأسبوع ولا هيحصل أي تغيير؟ لا احنا طبعا مكملين على الاقل لغدا الاثنين والثلاثاء ان شاء الله في درجات الحراره اللي تعتبر حول المعدلات فترات النهار اقل من المعدلات او بارده خلال فترات الليل، لان بالفعل خلال فترات الليل احنا بنحس بالبروده. فتره النهار بتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه وايضا البحر المتوسط بتنوع في الكتل الهوائية، لكن تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات. اليوم كمان هيكون في غطاء سحابي بيأثر على بعض المحافظات اللي موجودة في الجمهورية، فهيحجب جزء من أشعة الشمس، وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات العظمى فترة النهار على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية خلال فترة النهار، فنقدر نقول إن احنا هنحس بالأجواء الحارة على بعض المناطق اللي موجودة في جنوب سيناء وبعض المناطق الموجودة في شمال الصعيد، أجواء رباعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط طبعا درجات حرارتها بتكون أقل من المناطق الداخلية، فالأجواء بتكون عليها أجواء مائلة للدفء على محافظات المطلة على البحر المتوسط سواحلنا الشمالية. المناطق الموجودة في جنوب الصعيد تبقى درجات الحرارة عليها مرتفعة عظمى فترة النهار 38 درجة مئوية، فأجواء فترة النهار شديدة الحرارة. خلال فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب وخاصة كمان مع وجود نشاط للرياح بيبدأ المساء وبيبقى معانا ساعات الليل، نشاط الرياح ده موجود في أغلب محافظات شمال البلاد، هو ده اللي بيخلينا نحس بالبرودة اللي احنا بنشوفها بالظبط خلال فترة الليل، وبتستمر معانا حتى الساعات المتأخرة من الليل وفترة الصباح الباكر. أيوة. الأوقات دي بنحس بالأجواء المائلة للبرودة في أغلب المحافظات. كمان فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر بتتكون سبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، الشبورة المائية دي خفيفة ما بتأثرش بشكل كبير على حركة المرور، لكن بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، بالإضافة كمان إن اليوم مع وجود السحب اللي بتأثر في أغلب المحافظات، السحب دي هيكون معاها فرص لسقوط الأمطار خاصة في منخفض جوي في طبقات الجو العليا. فرص أمطار اليوم هتكون أمطار خفيفة على بعض المناطق من خليج السويس، بعض المناطق من شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهي أمطار خفيفة ممكن تكون رعدية على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من سيناء. مجمل الأمطار في أغلب المحافظات اللي ذكرناها مش هتأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية. الأجواء دي هتستمر معانا إن شاء الله لحد يوم الثلاثاء، خلي بالنا من فترات الليل لان ما زالت الاجواء فيها اجواء بارده فترات الليل ومائله للبروده في بعض المحافظات. مع يوم الاربعاء والخميس هيكون في ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره ومره اخرى تنخفض مع يوم الجمعه، فاحنا لسه في فتره فرق كبير بين فتره النهار وفتره الليل، دفء بالنهار بروده بالليل، لسه مكملين الاجواء دي يمكن كمان لبدايات شهر خمسه، فناخد بالنا من درجات الحراره فتره الليل. لو احنا بنخرج بعد المغرب وساعات الليل لازم نصطحب معانا جاكيت واحنا خارجين، مفيش مشكله تماما من تخفيف الملابس فتره النهار ده مفيش منه مشكله، لكن الاكيد على فترات الليل واحنا خارجين وخاصه لو معانا اطفال نصطحب معانا جاكيت خفيف نرتديه لو حسينا بانخفاض درجات الحراره. مهم جدا تكون القياده بهدوء تام فتره الصباح الباكر، ومهم كمان اللي دايما بنقول لازم نتابع النشرات الجويه، ما زلنا في فصل الربيع فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه. طيب بالنسبه للشبوره المائيه يا دكتوره منار، هي طبعا الشبوره المائيه بتتكون فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر، يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر تستمر معانا حتى طلوع اشعه الشمس تقريبا حتى الساعه 7 صباحا، بتبدا تدريجيا في التلاشي مع سطوع اشعه الشمس، لكن الشبوره المائيه اللي بتبقى موجوده معانا خلال الفتره دي هي شبوره مائيه خفيفه ما بتاثرش بشكل كبير على حركه المرور، او ممكن تكون شبوره مائيه زي اللي بنشوفها في فصل الشتاء، لان درجات الحراره فتره الليل رغم ان احنا لسه بنحس بالبروده لكن بدات ترتفع عن فصل الشتاء طبعا. صحيح. فبدات الشبوره كمان كثافتها تقل لكن مؤثره على الرؤيه الافقيه، ومهم جدا ناخد بالنا منها وخاصه في الليالي اللي احنا بنحس فيها بالبروده بشكل كبير. على العموم احنا بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده.
درجات الحرارة المتوقعة النهاردة العظمى في القاهرة هي 29 والصغرى 17، وفي العاصمة الإدارية 29-16، في الإسكندرية 25-16، وفي العلمين الجديدة 25-15، في مطروح 23-13، وفي دمياط 23-16، في بورسعيد 23-16، وفي الإسماعيلية 30-16. في السويس العظمى هتكون 31 والصغرى 17، في العريش 24-12، كاترين العظمى فيها 25 والصغرى 8، أما في طابة فالعظمى 28 والصغرى 20، في حلايب 29-22، وفي شلاتين 30-21، شرم الشيخ 30-19، وفي الغردقة 30-20. نروح للفيوم 31-16، وبني سويف 31-15، الوادي الجديد 34-19، واسيوط 31-16، في سوهاج العظمى 33 والصغرى 18، وفي قنا 34-19، اما في الاقصر فالعظمى 36 والصغرى 20، وفي اسوان 39 والصغرى 21. وبكده تكون خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى لمنا ومصطفى، واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكم. شكرا لك. العيد السنة دي مختلف. العيد السنة دي كشف لنا وعرفنا على أسرة قبطية في محافظة الفيوم. هذه الأسرة بتعمل كحك العيد علشان تشارك جيرانهم الفرحة ببهجة عيد الفطر المبارك. خلينا نتعرف مع بعض على الأسرة الجميلة دي، مين هم وليه قرروا أنهم يعملوا المبادرة دي من 30 سنة ولغاية دلوقتي. معكم الشيف سعيد الحلواني، شروطي سعيد إسحاق. عادات وتقاليد ارتبطت بعيد الفطر المبارك، الكحك والبسكويت والتي باتت صناعتها من الطقوس المرتبطة بالاحتفال بعيد الفطر. وهنا في محافظة الفيوم توارثت أسرة سعيد إسحاق الحلواني مهنة تصنيع كحك العيد منذ أكثر من 30 سنة، يقبل عليهم الكثير كل عام للشراء منهم. كحك وبسكوت والله واخده من والدي، لأن أصلاً والدي كان حلواني وورثت الموضوع ده منه، واستمرت فيه. يعني أنا بتمتع في رمضان في الكحك وبسكوت، لأن الكحك وبسكوت في رمضان بحس بمتعة، لأن طبعاً إخواتنا المسلمين لما بيخش عليا في المعمل بحس باستمتاع كبير قوي. وأحلى حاجة الموسم بتاعنا مع الموسم رمضان جايين مع بعض، والصيام مع بعض برضو، ده حاجة جميلة، حاجة من عند الله يعني. وأنا بستمتع برمضان، لأن طبعاً أنا ليا زبون من زمان بحب أعمل له حاجاته في العيد، لأن طبعاً رمضان عامة بهجة وسرور وخير كبير، والحمد لله يعني ليه زبون من 20 سنة بيستمر معايا كل سنة، متعود يعمل الكحك وبسكوت معايا. الأسرة واخدة الطبع من أبويا، لأن أصلا والدنا كان حلواني أصلا، وهو علمنا على الصنعة من زمان من 20 سنة وبنستمر فيها لحد الآن، لأن هي شغلنا أصلا متعة جميلة، بتعرفنا على زباين كويسة. جميع أنواع حلوى العيد حسب رغبة الزبائن، مثل كحك سادة أو بملبن، غريبة، البسكويت وحلويات أخرى، أجادوا صناعتها بهدف نشر الفرحة بقدوم العيد في مختلف البيوت وبين الأسر المصرية كافة. بالنسبة للكحك بقى، في هنا كحك بنعمله كحشوة عن جمل، وكحك بالملبن، وكحك بالسمسم، على حسب الزبون ما عايز. يعني يحشي يا أستاذ سعيد كحك ملبن، نحشي بالعن جمل ماشي، بسادة ماشي، على حسب رغبة الزبون. هو عمل لي كحك البنات كلها وبسكوت بيجي عندنا البلد وبيعمل لنا. طبعا جوازة البنات هو اللي عمل لهم كلهم، ويعني كحكه وحاجته نظيفة وكويسة حلوة أوي. باخد كحك وبسكوت وغريبة وبضفور وقرص. هنا للكحك مذاق جميل يصنعه العمال بحب وشغف كبير، يقدمونه للمواطنين الذين يأتوا من كل مكان للاستمتاع بعيد الفطر المبارك وبحلاوة كحك العيد. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر. أهلا بكم مرة تانية، وموجز لأهم الأخبار الفنية. تمام يا رجالة، تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى.
لقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على غعفر بعمر. قد الشبوة الصغيرة يا ياسين، بينك وبينه إيه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيبياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومقصورة لعيلة ليها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المقام ده. المرة الجاية لو كيفك جابك إنك تتعنطر، تتعنطر على شنب مش على حرمة. دي حرمة ما تزهى جدعها. إيه اللي جابك هنا دلوقتي؟ أنت هترجع ولا إيه؟ لا أنا بستغرب بس. هيا بقى موسم البط ابتدى ولا ايه؟ برجع لك تاني، هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحة في سابق ارنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينة اهو، مدينة الانتاج الاعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت نجاح مبهر من خلال مجموعة من الأعمال القوية اللي عبرت عن الشارع المصري وناقشت العديد من القضايا المهمة، ورجعت جمعت الأسرة المصرية والعربية من جديد قدام الشاشات، وده ظهر بقوة من خلال الحلقات الأخيرة اللي خطفت قلوب المشاهدين بعد نهايات درامية وواقعية قدمت رسائل مجتمعية مهمة. أشادت النجمة ريهام عبد الغفور بأحداث مسلسل تحت الوصاية النجمة منى زكي، وقالت ريهام قدمت الشكر لكل صناع المسلسل على هذا الإبداع، وكتبت على حسابها في فيسبوك: كل ما بكبر كل ما انبهاري بيبقى أصعب، لحد ما بقيت بحس إنه أصبح مستحيل، فشكرا لكل صناع تحت الوصاية على الإبداع اللي خلاني أعرف إني لسه ممكن انبهر. كمان الطفل عمر شريف اللي لعب دور ياسين ابن منى زكي في مسلسل تحت الوصاية علق على حسابه بموقع فيسبوك على عمله مع منى زكي في المسلسل، وقال: شكرا على الفرصة الكبيرة اللي اديتيها لي اني اشتغل مع حضرتك، شكرا على ثقتك فيا، اتمنى اكون قدها، اتعلمت من حضرتك كتير قوي على المستوى الفني والشخصي، مش عارف اوصف قد ايه كنت حنين عليا ورا الكاميرا، وده طمني وساعدني اكون احسن، والشغل معاكي حاجة هفضل افتخر بيها طول حياتي، اشوفك قريب يا حنان وهخلي بالي من فرح. انا هوريك عشان تتعلم بقى ترد وتلعب كوره. اسكت صلي على النبي. طيب ابعد، هتعور نفسك. كفايه خلاص يا ست ليلى، خلاص يا ست ليلى، بس بس كلامي معاك في البيت عشان بس تبقى ترد عليا حلو. انا بكرهك قدامي على البيت. كلامنا في البيت. ياسين ياسين فين؟ روح فين؟ الفنان منذر ريحنا ودع مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان، واللي انتهت أحداثه أول امبارح بعد عرضه خلال موسم دراما رمضان 2023، وقدم الشكر للي كان السبب في صنع هذه الرحلة الممتعة. كتب ريحنا على فيسبوك: في وداع جعفر العمدة كان القرار بركوب هذا القطار معا، وكان القرار أن نسير على سكة متينة من الحديد والصلب وننطلق معا متوكلين على الله وما أعطانا من نعمة. وأضاف ريحنا: ها قد وصلنا إلى محطتنا الأخيرة، ولكن قبل النزول لابد من الشكر مع المحبة والعرفان لمن كان سببا في صنع هذه الرحلة الممتعة، مع شكر شركاء النجاح الجمهور فهم السند وأبطال هذه الحكاية. وأمه مسقها له جيركن أجسوس. هيفتح الجيركن ويقربعه على بوق واحد ويقرمشه ويرميه في الزبالة. أنت هتبقى الجيركن ده شوقي، لازم ضمانة. أنت راجل ذكي، مش يضمن لك إنك تعيش غير إنك تبقى ماسك ضمانة على جعفر العمدة. قولوا بالك اليومين دول عقلي مشغول بحاجات تانية. أنا مشغول بحاجة الشوق لو ظبطت وعد يشهد عليه ربنا
وبعدين أبسطك. أبسطك يا شو؟ أبسطك يا أخو الغالي. كشفت سينرجي الشركة المشاركة في إنتاج فيلم تاج بطولة النجم تامر حسني عن البوستر التشويقي للعمل، وهو أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي. فيلم تاج من تأليف وبطولة النجم تامر حسني وإخراج سارة وفيق. وخلصت نشرتنا الفنية، وهنرجع تاني لمصطفى ومنا واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكو تاني يا منا ومصطفى. شكرا لك يا أهل. طبعا فرحة الأطفال بالعيد ما بتكملش غير بالعيدية، ويبقى ليها ذكريات جميلة، ونقعد نحسب معانا كام وهنجيب بيها ايه وهنصرفها ازاي، هنحوشها ولا هنصرفها. صح طبعا، علشان كده كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت الشارع وسألت ايه اكبر عيدية خدتها، وايه الفرق ايضا بين العيدية هذه الايام والعيدية ايام زمان. أنا خدت العيدية من خالي ومن ماما ومن بابا. أم ادتني 100 وخدتني 200 ولو صدتني 150. العيدية والله بتبقى حسب على سن الطفل، يعني مثلا لو عندي ابن بنتي مثلا أدي له 100 جنيه، بنتي أديها 200 جنيه، يعني هي حسب الإمكانيات الواحد بيبقى ممتلكها والفلوس اللي معاه يعني. أنا خدت العيدية من بابا ومن ماما، خدت من بابا 300 ومن ماما 250، وهاخدهم عشان أفسح بيهم. انا بابا اداني 100 وعمي اداني 100 وتيتا ادتني 100 ويعني عمامي كلهم ادوني 100. خدت عيدية من بابايا، خدت 100 جنيه جايه اتفسح بيها بس، يعني نتصور نتمشى كده. وعمت انا هو النهارده وبكره بس اللي هنخرج عشان بقى الدراسه وكده. رحت اصلي فرجعت وفطرت ونمت شويه وفطرت ورجعت امبارح خدت العيدية، والنهارده خدت العيدية وكلهم 250. اللي ده الهدية تيتا وبابا وعمه. انا بحب العيد عشان بروح اتفسح وبروح اجيب العاب. بابا اداني 100 وعمه اداني 100 وتيتا ادتني 100، كل عمان اداني 100. طيب خلينا نروح لحديقة الحيوان اللي شهدت إقبال كبير جدا من جانب المواطنين والأسر المصرية في أيام العيد. أطفال وشباب وبنات كلهم كانوا موجودين هناك علشان يستمتعوا بأجواء وأيام عيد الفطر المبارك. خلينا نشوف ونتعرف على مظاهر الاحتفال بالعيد في حديقة الحيوان في سياق التقرير اللي جاي. مستعدة طبعا كعادتها لاستقبال الأسر المصرية، لأن بيبقى تقريبا مقصد مهم جدا لعدد كبير من الأسر المصرية. فطبعا كانت توجيهات معالي وزير الزراعة الحقيقة أن احنا برضو نبقى بالمستوى اللائق قدام الزائرين، وفي يمكن متابعة يومية من معالي وزير الحقيقة أن احنا يعني نستكمل المجموعة الحيوانية اللي موجودة داخل الحديقة. والحمد لله تم يعني جبنا الفترة اللي فاتت دي بدعم وزارة الزراعة الحقيقة مجموعة كبيرة من الحيوانات ما كانتش موجودة عندنا، ويمكن الجديد في اسلوب التدبير ان هو بدون اي اعباء ماليه، لان احنا عملنا بدل بحيوانات زادت من عندنا وبدلنا مع حدائق عالميه، وجبنا الزراف في الفتره اللي فاتت، جبنا النمور البنغاليه، جبنا سبع البحر، دببة روسي، يعني جبنا مجموعه كبيره من حيوانات الفتره اللي فاتت. بصراحه اول مره اجي، انا من سوهاج وأول سنة لي زيارة هنا في مصر. والله سمعت فيها تجديدات جديدة الفترة الأخيرة وقلت أجي أفسح العيال هنا. فسحة الأطفال رقم واحد، مكان حلو، هدوء، في شجر، في نفس كويس، في حاجة حلوة للأطفال. يعني بيبقى يوم جميل والله، وكل وفرجهم على الحيوانات اللي في الجنينة كلها. كل سنة وأنتم طيبين. الأول أنا جاي النهاردة عشان أنا عايز أشوف الفيل وجاية معاهم، دي أكتر حاجة ان انا فرحانه اكتر، مش عشان اشوف الفيل، ان انا جايه معاهم. بنشوف حبايبنا واهالينا، بنعيد على اهالينا،
بنخرج بنشوف جنينة الحيوانات والحاجات الجميلة والناس جميلة. الدنيا ربيع، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم. تغيير جو وبنشوف حاجات جديدة في جنينة الحيوانات، علشان هي بتبقى حلوة وباجي بحب اقعد فيها واتفرج على الحيوانات. والله انا يعني كل عيد باجي بقى افسح، ومين يوم جنينة الحيوانات، الفستاد، جنينة الازهر، يعني بخرج عشان خاطر اولادي دول. باجي مع بابا وماما وخالاتي وخلاني وببسط في كل حيوانات هنا. جيت مرة قبل كده كنت مع خالتي برضو. اللي شددني فيها الزرع والحيوانات كتير وكده بشكل احد، عشان هخرج عيالي وبنختي جاي من عندي، جاي من البلد وجاي يعني يتفسح. تاني مرة جاي حديقة الحيوان، بس شدتني فيها يعني الحيوانات والحاجات اللي فيها. خلينا نروح لحديقة الطفل اللي شهدت إقبال كبير من جانب المواطنين والأسر المصرية في أيام العيد. أطفال وشباب وبنات كانوا كلهم موجودين هناك علشان يستمتعوا بأجواء وأيام عيد الفطر المبارك. العيد يعني جناين مفتوحة، العيد يعني خروجات، العيد يعني عادية. خلينا نشوف مظاهر الاحتفال في حديقة الطفل في سياق التقرير الجاي، ونرجع نكمل معكم باقي حلقة. كعادتها في كل عيد، استعدت حديقة الطفل بمدينة نصر لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، وده بعد تجهيز كل المسطحات الخضراء وتطوير منطقة ألعاب الأطفال. الحديقة طبعا عبارة عن مساحتها 22 فدان، بها أنشطة عديدة، ملاعب أطفال جميلة جدا، في مطاعم، كافتريات، كافيهات، في مطاعم خارجية تخدم الجمهور. الحديقة تم تطويرها السنة اللي فاتت، وطبعا بها طبعا تطوير شامل من مشايات، كهرباء، إضاءة، مية، رشاشات مية، يعني خضرة، تغيير النجيلة بالكامل. حديقة الطفل هنا من أميز حدائق المشروع عندنا، في أماكن خضرة كتير والزرع زي ما انت شايفه حضرتك كده، الجنينه مجهزينها لاستقبال الجمهور، عندنا ملاهي وكافيهات وجميع سبل الراحه يعني للجمهور. احنا نازلين النهارده علشان بنقدم خدمات الاسعافات الاوليه في الحديقه هنا، ماشي. وده مش بيتم هنا بس، ده احنا كمان الكلام ده كله بيتم على مستوى الجمهوريه في خلال الفروع بتاعه الهلال الاحمر المصري كلها، متغطيه الحدائق كلها اذا كان هنا، وفي برضه تيم في الحديقه الدوليه، فاحنا بنغطي الحدائق وبنقدم خدمه الاسعافات الاوليه لاي مصابين، لو حد وقع من الاطفال لا قدر الله لاي حاجه. وعندنا بنقدم لو في حد محتاج ان هو يتنقل للاسعاف، ده متاح برضو عندنا، بنتواصل مع وفده العمليات المركزيه وهم بيقدموا لنا عربيه الاسعاف. حديقة الطفل بتوصل مساحتها لـ20 فدان، وبتتميز بالمساحات الخضراء، ده غير توفير مسارات للمشي والجري وأماكن مريحة للجلوس، وكمان مناطق لألعاب الأطفال ومنطقة مطاعم، وده اللي بيخليها خروجة مناسبة لكل الفئات والأعمار. لا أنا دي لـ11 سنة بجهد، دي لـ11 سنة بجيب ولادي وجهد، الدنيا تمام والدنيا زي الفل هنا تمام. حديقة ممتازة ونظيفة والدنيا يعني حلوة الحمد لله، والأولاد مبسوطين بالحديقة. استعدادات بتتم في مختلف الحدائق لاستقبال المواطنين طوال أيام عيد الفطر المبارك، وده عن طريق إجراء أعمال الصيانة والتطوير عشان تكون جاهزة لاستقبال الزائرين. جرمين إبراهيم، صباح الخير يا مصر. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية في مدينة الجلالة التي تتمتع بالعديد من المقومات المتفردة، خاصة موقعها المتميز على هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة.
شملت جولة الرئيس السيسي عددا من المناطق بمنطقة الجلالة، خاصة منطقة مرتفعات الجلالة التي تقع على مساحة 120 فدانا وتضم مكونات سكنية وخدمية وترفيهية ورياضية وعلى ارتفاع 250 مترا عن سطح البحر. كما تفقد الرئيس السيسي مناطق المنتجعات والكورنيش والنصب التذكاري بمدينة الجلالة، حيث التقى مع القائمين على المشروع ووجه لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك واطمأن على سير العمل بالمشروع. أعلن الجيش السوداني أنه سيعمل على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين إجلاء رعايا عدد من الدول وبعثاتها الدبلوماسية من السودان. هذا وقد بدأت الولايات المتحدة وفرنسا بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري. كما أكد بيان للجيش السوداني أنه تم إجلاء البعثة السعودية في وقت سابق برا إلى بورت سودان ومنها جوا إلى المملكة العربية السعودية. قال مسؤولون محليون أوكرانيون إن ما لا يقل عن 5 صواريخ روسية أصابت مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا والمناطق المحيطة بها في وقت متأخر من مساء السبت، مما ألحق بعض الأضرار في مبان مدنية. وأعلن حاكم المنطقة أولي سينيغوبوف أن صاروخا أصاب منزلا في قرية كوتلياري إلى الجنوب من خاركيف، بينما تسبب صاروخ آخر في اندلاع حريق كبير في المدينة نفسها. نصحت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها بتجنب السفر إلى كندا، مشيرة إلى ما تصفه بالعديد من حالات السلوك العنصري ضد الروس بما يشمل العنف الجسدي. وكانت روسيا قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على 333 من المسؤولين والشخصيات العامة الكندية، من بينهم رياضيون بارزون، فيما قالت إنه رد على القيود التي فرضتها كندا على موسكو ودعمها لأوكرانيا. أعرب وزير الدفاع السويدي بال جونسون عن ثقته في طول أمد الأزمة الأوكرانية، داعيا كييف إلى الاستعداد لحرب استنزاف طويلة. وطالب جونسون الحلفاء بالتأكد من أن لديهم القدرة على توفير اللوجستيات والذخيرة وقطع الغيار للقوات الأوكرانية. قالت أجهزة الطوارئ الإسبانية إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 12 آخرون بعد نشوب حريق في مطعم بالعاصمة مدريد. وقال رئيس بلدية مدريد إن أحد الضحايا موظف بالمطعم والآخر زبون. وذكرت أجهزة الطوارئ أن زبائن المطعم تكبدوا العناء أثناء محاولتهم الهرب لأن الحريق اشتعل بالقرب من المخرج الرئيسي. أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالين أحدهما بقوة 6.1 من 10 درجة والآخر قوته 5.8 من 10 درجة هز منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا. وقال المركز إن الزلزال الأول وقع على عمق 43 كيلومترا بينما الثاني على عمق 40 كيلومترا وكان الفارق بينهما بضع ساعات. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. من أيام تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير واللي بتقام للسنة الثالثة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي. المسابقة بتستهدف البحث عن الموهوبين في كل مجالات الإبداع وكمان إزاي المسابقة تقدم لهم الرعاية والدعم. جائزة المبدع الصغير زي ما انت قلتي جائزة مهمة جدا احنا بنحتفل بيها وبنحتفل ايضا بمواهبنا الجميلة اللي تم تكريمهم في هذه المسابقة. معانا موهبتين قدروا فعلا ان هم يبدعوا وسط 10,000 متسابق وان هم يفوزوا بالمركز الاول لهذه الجائزة في فرع العزف. معانا سما عبد الله، اهلا بيك يا سما. ومعانا ايضا طارق اشرف، اهلا بيك يا طارق. اهلا بحضرتك. سما وطارق موهبتين في العزف على الكمان معانا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر، هنسمع منهم شويه حاجات جميله ونتعرف ايضا على رحلتهم في عالم الكمان. اهلا بيكم منورين. مرحبا بك. اهلا يا سما. انت كام سنه يا سما؟ 7 سنين ونص. وبداتي تتعلمي امتى؟
ابتديت وانا عندي 5 سنين، اختي كانت بتعزف كمان، فانا كنت بحب الموسيقى اللي هي كانت بتعزفها، هي كانت بتعزف حلو قوي، فانا كنت بحب الموسيقى اللي هي بتعزفها بعض ادندنها. ف دكتور سامي ابراهيم قال مامتي وبابايا اللي هو دكتور نور، قال لمامتي وبابايا ان هما يجيبوا لي كمان عشان اتعلم عليها. ف ماما وبابا جابوا لي كمانجا وابتديت اعزف عليها، وبعدها انطلقتي. طيب هرجع لك تاني بس اشوف بقى طارق. ازيك يا طارق؟ ازي حضرتك؟ جائزة المبدع الصغير في الكبار شويه. فانت المفروض تكون بقى لك حبه بقى بتعمل بتعزف كمان. اكيد اكتر يعني من سنه. 10 سنين ما شاء الله. طيب انت عمرك كام سنه؟ 17. ما شاء الله، يعني برضو ابتديت من نفس العمر بتاع سما، 7 سنين. يعني 6 سنين حاجه كده، او يمكن 5 كمان. بجد؟ عارف تتحكم فيها؟ كنت وانت صغير عارف تمسكها؟ اكيد في اول سنتين ما كنتش احسن حاجه، بس حاليا لا دلوقتي طبعا اكيد. ما شاء الله. طيب مده التدريب، الالتحاق بالتدريب، اتنقلت في اماكن للتدريب ولا ثابت في نفس المكان؟ احكي لي بقى. بصي، هو عامه انا ثابت في مكان واحد اللي هو مكان دراستي اللي هو الكونسرفاتوار، لان المكان ده متقسم لحاجتين، اللي هو بيبقى دراسه عاديه ودراسه موسيقيه، فبس كده. هو وعامه مده التدريب اللي انا المفروض بتمرنها يوميا للكمانجا بس بتبقى من 6 ساعات لما فوق. 6 ساعات يوميا متواصل؟ متواصل؟ لا مفيش حاجه متواصل. ازاي متواصل؟ يعني صوابعك ما بتتعبش؟ ظهرك ما بيوجعكش؟ لا اكيد بيوجعني، بس ممكن بريك يبقى ما بين كل ساعتين ربع ساعه علشان توصل يعني للمرحله دي. اكيد. ما شاء الله ما شاء الله. وانت تعرفي يا سما تمسكي الكمانجا 6 ساعات؟ عارفه 6 اللي هم دول؟ تعرفي تمسكيها 6 ساعات؟ تعرفي تفضلي قاعده في مكانك 6 ساعات؟ مش بتزهقي؟ ليه؟ انا بحب الكمانجا. لا بتبقي عايزه تقوم، انا عارفه انك بتبقي عايزه تقوم بجد. طيب قولي لي بقى كمان بتعملي ايه تاني وانتي قاعده بتعملي في الكمانجا؟ بتعملي ايه؟ بتعرفي تسمعي حاجات؟ بتعزفي وانتي بتسمعي ولا بتقري من نوت؟ اتعلمتي نوت؟ لا بقرا النوت. ما شاء الله ما شاء الله. انتي سمعتي عن الجائزه اسمها بقى المبدع الصغير دي ازاي؟ انا شفتها على الفيسبوك. كويس. بابايا شافها على الفيسبوك فانا قدمت فيها. وبعدين؟ بس قدمت فيها. اول ما قدمتي روحتي فين؟ عملت اختبارات ازاي لغايه لما كسبتي؟ روحت عملت فيديو، عملت فيديو وهم سمعوه فقبلوني. حلو. قبلوني في المسابقه وانا روحت المسابقه وكسبت. شاطره كسبتي. كسبتي على كام واحد بقى؟ كان في ناس كتير متقدمه زيك؟ مش فاكره كام واحد. طب سمعينا حاجه كتير. عرفينا بقى انت يعني كسبتي ازاي؟ هتسمعينا ايه؟ هو في اغنيه في مقطوعه اسمها سيسيليانو، وفي اغنيه بس عايزه في حاجه للعيد الاول. اعملي اللي انت عايزاه. الجمال ده طارق بقى
ابتديت في البداية مع الكمان ولا من البداية فكرت كده تجرب كذا حاجة الأول وفي الآخر استقريت على الكمان؟ لا هو من البداية أنا داخل إيه التحديد ده من البداية بتعمل ست ساعات من البداية؟ لا مش من البداية أكيد ست ساعات لأن ست ساعات ده وقت بيوصل له الواحد بعد كتير وهي عامة لو اتخذت بفكرة إن هي مذاكرة فأنا مستحيل أوصل للست ساعات عملتها شغف هواية حب يعني أكيد يعني هي لازم تبقى حب في الاول وفي الاخر عشان سنه كام دلوقتي ثالث ثانوي كويس يعني ما خدتش منك وقت او كده ساعات منهم للكمان يا مصطفى يعني وسط الثانويه العامه انت مركز ما اقدرش اقول ان انا مركز قوي يعني في الثانويه العامه ولا في الكمان الاثنين طب سمعت ازاي عن الجائزه دي جائزه المبدع السنه دكتوري دكتور حسن شراره كويس هو اللي قال لي هتحضر كذا وهتقدم ودخل بس كده التصفيات ما كانتش سهله اعتقد فات الكبار كان الوضع كان في ناس اكيد شديد الصعوبه كان عدد كام تقريبا تفتكر هو عامه اللي كان في التصفيه الثانيه كنا خمسه بالظبط مش بلا عدد احنا عشان نوصل لخمسه دي كان كان اكيد في في الجزء بتاع الفيديوهات اللي هو التصفيه الاولى ده اكيد كان في عدد متقدم وبعدين الخمسه انت كنت عارفهم تعرفوا بعض اصحابي طب وبعدين كنت تتمرنوا مع بعض ولا كان كل واحد في كل واحد لا كل واحد لازم بيتذاكر لوحده خبصة بقى ما حدش بيوري حد هيعمل ايه ولا بيسمع حد لا هي تتمرنوا في نفس المكان لا 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 هي مش كده هي فكره ان كل واحد بيلعب عمل معين ففكره ان احنا نتمرن مع بعض ده اسمه تشتيت اوكي فبس كده وغير كده احنا ما بيننا وما بين بعض ما فيش الخبص والكلام ده طب انت بتقولوا كده دايما لما بيجوا في التلفزيون يا مصطفى ايوه طب صح ايوه لا يعني هو هي لا هو فكره ان احنا متربيين مع بعض طبعا وهم بقى لي من ساعه ما دخلت الكونسرفاتوار وهم اصحابي ففكره ان الخبص ده يبقى موجود مش موجوده طبعا منافسه طيبه واكيد بنتبسط لبعض حاجة. طبعا ايوه بنتبسط يعني جدا لبعض اتكلمنا عن الكواليس يعني كانت عامله ازاي بدات ازاي دخلت ازاي المسابقه حصل كده تحديات واجهتك لغايه لما فزت بالجائزه اكيد في رحله صغيره يعني بالظبط هقول لك وعامه انا قبل ما ادخل كنت عامل الاوديشن انا قبل كده من سنتين دخلتها وربنا ما وفقنيش بس السنه دي دخلت والمفروض ان الاوديشن بتاع الفيديوهات كان في شهر 12 تقريبا فصورت الفيديو وبعته وانا اصلا مش في دماغي لان انا مركز في ثالثه ثانوي فبعد كده بعت لي مسج ان انا اتقبلت فالفكره ان لغايه قبل التصفيه الثانيه باسبوعين انا ما كنتش عارف انا هدخل العب ايه اوكي فدكتوري قال لي هتلعب ترنتيلا سراسات ترجم بعد اذنك ترنتيلا سراسات دي مقطوعه اوكي يعني مقطوعه استعراضيه خد بالك ان اي حاجه هتقولها هتعزفها فيعني فكر انت هتقول اسامي ايه عشان هترجم بالعزف ماشي هي عامه قال لي هتلعب ترنتيلا سراسات اللي هي المقطوعه وقبل التصفيه الثانيه باسبوعين انا ما كنتش مجهزها فقالوا لها مامتي طبعا انا ما كنتش اصلا دخلت ولا عملت اي حاجه لان هي اللي شدت عليا في المذاكره وهي اللي قعدتني هتذاكر يعني هتذاكر دعم الامهات طب سلم عليها ووجه لها التحيه وعايد عليها وسمعنا ترنتيلا سلاسه كل سنه وانت طيبه يا ماما Thank you.
احسنت. عاش والله. سما قولي لي بقى، مين اللي بيوديك التمرين وبتتمرني قد ايه وبتعملي حاجه تانية غير اللي بتعزفيه ولا بتعملي ايه؟ احكي لي كده شويه عنك. هو في اولى ابتدائي. اوكي. تانية ابتدائي و تانية ابتدائي. تانية ابتدائي ونظامي في معهد الكونت المطوار، وتانية ابتدائي في مدرسة تانية، والسنة الجاية إن شاء الله هو أنا في الكونسرفاتوار غير نظامي، والسنة الجاية إن شاء الله هخش كونسرفاتوار عشان هو بياخد من سنة تالتة. كويس. مين بقى بيروح معاك التدريبات وبيشجعك؟ أختي بتروح معايا الكونسرفاتوار، واللي بيشجعني مامتي وبابايا و اختي ودكتور سامي ابراهيم. انت عارفه يعني ايه بيشجعك اصلا ولا مش عارفه؟ بيشجعك يعني بيعمل ايه؟ برافو يعني يا سما، يلا يا سما كده، ولا بيشجعك يقول لك يلا يا سما نذاكر زي ماما الطريق كانت بتعمل؟ لا لا، بيشجعك بيعمل ايه؟ بيقول يلا يا سما برافو، بيسقفوا كده. مسموح نسقف جوه الكونسرفاتوار ولا لازم نبقى بره الكونسرفاتوار؟ لا هو ما بيزقف اي مكان، بيزقف عادي مش كده، بيزقف لما بيسمع المزيكا الحلوه اللي انت بتعمليها. طيب اصحابك بقى اصلا في المدرسه فاهمين انت بتعملي ايه وعارفين انت بتعملي ايه، ولا هم مستغربين قوي اللي طول النهار رايحه ماسكه كمان في ايدها، راجعه ماسكه كمان في ايدها دي؟ اي لا مش عارفه. مش عارفه صح؟ مش عارفه. طب عندك كلاس موسيقى في المدرسه؟ نعم. بتاخدي حصه موسيقى في المدرسه؟ بتعملي فيها كمان ولا لا ولا بتغني؟ لا بعمل فيها كمان. اوكي. طيب ما بتعزفيش حاجه تانية غير الكمان؟ انت بالنسبه لك هو ده اللي انت حبيتيه بتعزفي حاجات معينه؟ في حاجات بتحبيها؟ هو انا بحب البيانو. كويس. بحب اقعد اعزف عليه. بس بالنسبه لك الكمان اهم حاجه. في حاجات بقى يعني اغاني اطفال مثلا بتحبيها تعرفي تعزفيها على الكمان؟ هو في بس انا مش مدربه على حاجه. انت مدربه على ايه؟ طيب مدربه على ستيليانو، مدربه على مقطوعه اسمها ستيليانو. ممكن كويس. نسمعها؟ يلا سمعين. احنا مش عارفينها، ممكن تساعدينا ان احنا نعرفها لو سمحتي؟ وشاطره ومزيكتك حلوه وعلمتينا حاجات احنا مش عارفينها. شكرا جدا، نورتينا وشرفتينا يا ترى. احنا سعداء بوجودك والله، وسعداء بان انت عندك المثابره فكره 6 ساعات تدريب الولاد او الشباب، عفوا يعني مش الولاد، الشباب بيبقوا بيفضلوا في الوقت ده انهم يمسكوا موبايلز ويعملوا بلاي ستيشن ويعملوا، اكيد انت بتعمل الحاجات دي، بس محدد وقتك للهوايه الاساسيه اللي انت بتعملها. بالظبط. احنا سعداء بيك. خلينا نقول ان الدوله عندها جائزه مهمه جدا اللي هي جائزه المبدع الصغير،
هذه الجائزة بتقام للعام الثالث على التوالي، بتقدم هذه الجائزة لعدد من الموهوبين في كل المجالات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية سامع عبد الله. بنشكرها، شكرا لك سامع عبد الله الفائزة بالمركز الأول في مسابقة المبدع الصغير فئة الأطفال. شكرا لك يا سامع. شكرا لك يا طارق، طارق أشرف الفائز المركز الأول في مسابقة المبدع الصغير فئة اليافعين. شكرا لك ونورتونا النهاردة في صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا بكم، نورتونا وشرفتونا. وحضرتك كمان. مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا. ونبدا نشرتنا الرياضيه مع فريق الاهلي اللي حقق الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0 في المباراه اللي جمعته امبارح على استاد القاهره في ذهاب دور الثمانيه لبطوله دوري ابطال افريقيا. سجل محمد عبد المنعم وحمدي فتحي هدفي اللقاء، وهيلتقي الاهلي مع الرجاء في المغرب يوم السبت اللي جاي في لقاء الاياب لربع النهائي لحسم الصعود الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. فريق سان داونز الجنوب أفريقي فاز على شباب بلوزداد الجزائري 4-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في الجزائر في مباراة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، وبالنتيجة دي وضع سان داونز قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل مباراة الإياب اللي هتقام السبت القادم في جنوب أفريقيا. فريق سيمبا التنزاني فاز على الوداد المغربي 1-0 في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مباراة العودة هتكون يوم 28 الشهر ده في الدار البيضاء بالمغرب. رابطة الأندية المصرية المحترفة اختارت امبارح محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي كأفضل لاعب في الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز، ونشرت الرابطة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الكهرباء وقالت هو لاعب الجولة 26 من دوري رابطة الأندية المحترفة بناء على تعليقات وردود المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. ونروح للدوري الإنجليزي، وفريق ليفربول فاز على نوتنغهام فورست 3-2 ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كده رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 50 في المركز السابع، بينما توقف رصيد نوتنغهام فورست عند النقطة 27 في المركز 19. فريق فولهام فاز على ليدز يونايتد 2-1 في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي، وبالنتيجة دي رفع فولهام رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع في مسابقة الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد ليدز ل 29 نقطة في المركز 16. فريق كريستال بالاس تعادل مع ايفرتون 0-0 ضمن منافسات الاسبوع 32 من الدوري الانجليزي الممتاز، وبالنتيجه دي كريستال بالاس بيحتل المركز ال 12 برصيد 37 نقطه من 32 مباراه، ولكن ايفرتون بيحتل المركز ال 18 المؤدي للهبوط ب 28 نقطه من 32 مباراه بفارق الاهداف عن ليستر سيتي. خلصت نشرتنا الرياضية، هنعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة، وبالتأكيد زي ما قلتي نتيجة مطمئنة للنادي الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. النادي الأهلي قدر أن هو يفوز 2-0 بعد في مباراة ربما كانت على استاد القاهرة بحضور عدد كبير جدا من المشجعين ضد فريق الرجاء المغربي، الهدفين سجلهم محمد عبد المنعم وحمدي فتحي. أكيد ده قبل مباراة الإياب اللي هتكون في المغرب يوم السبت اللي جاي إن شاء الله. الأهلي محتاج للتعادل بأي نتيجة أو إنه حتى يخسر بهدف واحد، ولو ده حصل برضو إن شاء الله هيتأهل للدور نصف النهائي من البطولة. خلينا نتكلم عن تفاصيل أكتر عن مباراة امبارح ومباراة الإياب، هنعرفها أكتر من ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد عادل الناقد الرياضي. صباح الخير عليك ومنورنا يا محمد. أهلا وسهلا، صباح الخير، كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب. الأهلي كان قريب جدا من مغادرة البطولة، وبعدين في ريمونتادا من حركات الأهلي المشهورة والمعتادة والقدرة على التعامل في المواقف، بعد مباراتين لقينا الأهلي رجع تاني جدا وبقى عنده أداء. توقعنا امبارح يبقى الحماس أكتر من كده، ولكن برغم النتيجة الجيدة جدا كنا عايزين أكتر. صحيح.
صحيح، لان مباريات النوك اوتس او الادوار الاقصائيه اهم ما فيها هو استغلال عامل الارض والجمهور واللي كان متواجد بشكل كويس باقصى طريقه ممكنه، خصوصا احنا خلاص دخلنا في مرحله اللي هي اي فريق موجود ضمن الثمانيه، ده مش في بطوله دوري ابطال افريقيا بس، ولكن في اي بطوله اقصائيه بيبقى له احتمال للفوز بالبطوله. فازاي انا اقدر افوز بالبطوله ان اتخطى المنافسين اللي قدامي؟ مباراه الذهاب كانت على ارضي وسط جمهوري، فلازم استغلها افضل استغلال. مباراة طبعا صعبة، مباراة ضد واحد من اقوى الفرق في افريقيا، هو اقوى ريكورد موجود في دوري ابطال افريقيا السيزون دوت، عفوا نادي الرجاء المغربي ما خسرش خالص في دوري ابطال افريقيا الموسم دوت، كسب 5 مباريات في دور المجموعات وتعادل مباراة واحدة، فهو جاي بمعنويات كبيرة، معنويات عالية، يمكن ده عكس اللي بيعمله في الدوري المغربي، وبيحتل المركز الخامس في الدوري المغربي بالمناسبة. لكن الاهلي جاي من دفعة كبيرة، وهنا بقى الدفعة مش الاهلي اللي عمل الريمونتادا، لا ده الريمونتادا حصلت بره الاهلي خالص. ازاي؟ لان مباراة طبعا الناس كلها جمهور الاهلي فاكر مباراة الهلال السوداني ضد ميلادي سان داونز، المباراة اللي انتهت 1-1. طب الهلال كان له فرصة تاريخية ممكن ما تتكررش على المستوى القريب بالنسبة لفريق الهلال ان هو يتأهل للنوك اوت، ركلة جزاء بتضيع في الدقائق الاخيرة من المباراة، دي اجلت حسم المركز الثاني او البطاقة الثانية في المجموعة، لان ميلادي سان داونز وقتها هو كان حسم البطاقة الاولى. فاستغلال الاهلي استغلال كبير جدا، كسب الهلال السوداني في القاهرة 3-0، بعد كده لعب امبارح الرجاء المغربي في مباراة منتظرة، مباراة قوية، يمكن الاهلي ما قدمش المستوى المأمول او المتوقع او اللي قدمه في المباريات الاخيرة. صحيح. لكن هو طلع بالنتيجة الابرز، والنتيجة هي بتكون الحقيقة الوحيدة في المباريات. طيب شايف ازاي مباراة الاياب على ارض المغرب؟ هنقدر نعمل نفس الكلام؟ احنا كنا على ارضنا وسط جمهورنا والنادي الاهلي قدر يحقق هذه نتيجه باطمئنان شديد، الامر هيختلف لو رحنا هناك؟ طبعا مباراه صعبه، ملاعب المغرب والاجواء في المغرب مختلفه جدا عن الاجواء في اي حته في شمال افريقيا على وجه الخصوص. الجمهور المغربي جمهور الرجاء وجمهور الوداد بقى بالمناسبه هم جمهور كبير جدا جدا، يعني تذاكر المباراه بالمناسبه خلصت، مباراه العوده قبل بدايه المباراه اتباعت خلاص انتهت. فمركب محمد الخامس هيكون في انتظار لاعبي الاهلي وهم واخدين على الاجواء دي، ليه؟ لان الاهلي واجه الرجاء الموسم اللي فات في دوري ابطال افريقيا، الاهلي نجح في المباراه الاولى السيزون اللي فات انه يكسب 2-1، راح المغرب تعادل 1-1، فهو خرج بافضل النتائج الممكنه 2-1، نتيجه صعبه جدا جدا، هدف واحد للرجاء وقتها كان كفيل بتاهل الرجاء للسيمي فاينل، لكن الاهلي نجح انه يتعادل 1-1. الاجواء هنا اكثر اطمئنان شويه، فريق هدفين بيدي الفرصه للاهلي انه يبقى عنده شويه نفس يقدر يتنفسه. الرجاء هيكون ليه ملوش غير حل واحد، هو الهجوم ولا شيء غير الهجوم، انا خسران بفريق هدفين هفتح خطوطي اكتر، الاهلي هيعرف يستغل، لو اي فريق بيلعب على البطوله هيعرف يستغل المساحات اللي ما بين خطوط الرجاء المتوقعه جدا جدا من دلوقتي واحنا قاعدين. انت تقول كولر هيعمل ايه قبل ما نسالك يعني، انت كده دلوقتي هو بتقول صحيح. ان الرجاء هيبتدي يفتح هيهاجم وكولر هيبتدي يصطاد، ونتيجه طبيعيه انا متاخر الجيم هيبقى مفتوح صحيح. انا متاخر بفارق هدفين، فانا ما عنديش غير ان انا اهاجم عشان اقدر اعوض فارق الهدفين وبعد كده افكر فيما هو بعد. كولر من المدربين الكويسين جدا جدا واللي قدموا بصمه مع الاهلي، مارسيل كولر لاعب يمكن الاداء ما كانش مطمئن لجمهور الاهلي امبارح، شفنا اكتر من هجمه للرجاء المغربي في الشوط الاول، محمد الشناوي عاد مره تانية اسمه يبقى يتقال بشكل ايجابي بعد الانتقادات اللي نالت محمد الشناوي امبارح، انقذ مرمى فعليا من هدفين في الشوط الاول، هدف واحد منهم كان ممكن يغير سير الكلام اللي احنا بنتكلمه دلوقتي طبعًا. سير المباراه كلها تفوق محمد الشناوي، التفوق في حراسة المرمى مع بعض الأداء القليل نوعا ما من خطوط الدفاع والترابط بين اللعيبة في الملعب، كان في بعض المشاكل يمكن ده اللي عمل مشاكل شوية. خلينا نتكلم عن المشاكل، هل انت راضي عن خطة كولر اللي نزل بيها ولا كان ممكن يبقى في خطة وتكتيك أفضل من كده؟ هو الخطة اللي كولر بيلعب بيها هي اللي بيلعب بيها على طول، المشكلة كان في بعض من فقدان التواصل بين اللعيبة في الملعب، بنشوف مساحات كبيرة يعني الرجاء بيهاجم بيضغط الكلام ده كله، لكن في مساحات ما بين الخطوط بعضها وبعض ما بين لعيبي الرجاء
المساحات دي كان ممكن تستغل بشكل افضل من كده بكتير. الهجمات اللي كانت على الفريق النادي الاهلي في الشوط الاول بسبب غياب او فقدان الاتصال دوت، ان انا اوصل الكوره يبقى في اكتر تفاهم ما بين اللاعبين، كان ممكن يوصل الاهلي في منطقه انه يهاجم فيها اكتر في الشوط الاول ما يقلقش الجمهور. يمكن شفنا اللي الهدف اللي احرزه محمد عبد المنعم جه في الوقت الضايع، وده وقت قاتل بالنسبه للاعبين والمدربين سواء اللي بيحرز الهدف او بيستقبل الهدف. انا خارج من الشوط الاول، يعني انا هحط نفسي مكان فريق الرجاء، انا خارج من الشوط الاول بره ارضي قدامي الاهلي متعادل 0-0، فجاه في اخر دقيقه من الوقت الضايع مرمايا بيستقبل هدف. عشان كده شفنا تباين في اداء الرجاء ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. الرجاء ما راحش على مسكنا كوره في الشوط الثاني كويس قوي، صحيح احنا يمكن اول 75 اول 30 دقيقه في الشوط الثاني ما كانش فيه اي تسديد على المرمى سواء هنا او هنا. يمكن اول هجمه راح بيها الاهلي وكانت خطيره وكانت على المرمى كانت في الدقيقه 76 عن طريق بيرسي تاو، اللي ضاع بالظبط، كان انفراد كان ممكن يحرز بيها الهدف الثاني بدري كان يعزز الفرق من بدري ونبقى بنلعب واحنا اعصابنا اهدى. طبعا نقطه التحول الايجابيه اللي عملها كولر امبارح هو نزول حمدي فتحي. حمدي فتحي من اللعيبه الممتازين جدا في نص الملعب، بيقدم الفرق اللي عمله كولر مع الاهلي دلوقتي وهو زياده لاعب من نص الملعب جوه منطقه ال 18. محمد انا عايزه اقطعك، ممكن اقطعك؟ اتفضل. نقطه حمدي فتحي دي بالذات الناس امبارح عماله تقول ليه حمدي فتحي نزل؟ ليه ابتدى بعمرو السوليه؟ ايه الحكايه؟ ليه؟ عشان كان عيان؟ عشان كان عنده برد فما كانش مستعد في التدريبات؟ يعني نزله متاخر ليه؟ لا هنفترض ان كل شيء طبيعي، ما فيش اي حاجه، ما هو لو تعبان او عيان ولا كولر بيجرب ولا بيعمل ايه؟ مش هو احنا في مباراه ما ينفعش فيها التجربه خالص، احنا بنلعب دور اقصائي. اي مدير فني، مش كولر بس، مش اي مدرب، هو اي مدرب في الدنيا بيختار التشكيله الاساسيه والرئيسه بتاعته على حسب الجاهزيه بتاعت اللعيبه في الترايل ماتش او التمرين او التدريب اللي قبل المباراه. هو شاف ان عمرو السوليه واليو ديانج مع مروان عطيه اللي بيقدم مستوى ممتاز من اول قدومه للاهلي من الاتحاد السكندري، هم دول اللي هيقدروا ينفذوا اللي في عقل مارسيل كولر. لكن ده ما حصلش، الترابط ما بين عمرو السوليه واليو ديانج ما كانش هو الاحسن. حمدي فتحي ليه نزوله كان مهم جدا في الوقت ده؟ علشان اللياقه البدنيه بالنسبه للاعيبه الرجاء كانت منخفضه جدا جدا، بدا الاهلي يعمل ستريتشنج للملعب، يفتح الملعب. شفنا حسين الشحات بيفتح الملعب ناحيه الشمال، ادى الفرصه لحمدي فتحي بيعمل اللعبه اللي بيلعبها من اول الموسم، هو التقدم في مساحه كده اسمها الهاف سبيس ما بين الظهير الايمن للفريق المنافس وقلب الدفاع الناحيه اليمين، استغلها جدا استغلال ممتاز جدا. وهنا الترابط بقى اللي حصل ما بين بيرسيتاو اللي عمل التمريره لحمدي فتحي، عمل المسح للملعب، مسح للعيب المتجه اللي راي جاي من ورا لقدام، مش واخد رقابه من حد، مش مهاجم عشان يتراقب، لا ده جاي من نص الملعب لقدام في غياب رقابه، بقى هو جول المساحه اللي هو متعود عليها. يمكن دي ابرز نقاط او الفرق اللي عمله كولر مع لعيبه الاهلي، هو انطلاق حمدي فتحي جوه منطقه ال 18. يمكن قبليها كمان بكتير كان مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش عملها برضو وبدا ينميها جوه اللاعبين. كنا بنلاقي حمدي فتحي وعمرو السوليه مع منتخب مصر بيتقدموا جوه ال 18، بيخلقوا هجمات، بيتواجدوا جوه منطقه الجزاء، استغلها امبارح استغلال كبير جدا في وقت مهم جدا في اخر المباراه، نجح بيها ان هو بدل ما يكون 1-0 وهي نتيجه مقلقه جدا يبقى 2-0 تبقى اكثر اطمئنانا. فرص الاهلي ايه؟ هل يقدر فعلا يحسم ان هو يتاهل للدور نصف النهائي من البطوله دي؟ ضعيفه، قويه، قليله، انت شايف ايه؟ لا هي طبعا مش ضعيفه، بالعكس هدفين وانا رايح العب مباراه انا عندي ادفانتج، عندي ميزه كبيره جدا ان انا اتخطى. يعني الاهلي مش عايز ابالغ واقول ان هو خلاص وضع رجله اليمين في السيمي فاينل، خلاص في الدور قبل النهائي. التفوق في اول 45 دقيقه من مباراه العوده هو ده اللي هيفرق مع الاهلي، ازاي هيتخطى الشوط الاول من مباراه المفاجاه. اول 5 دقائق اول 10 دقائق هم اللي بيفرقوا في المباراه. هدف في مرمى الاهلي في اول ربع ساعه هيشكل خطوره كبيره جدا جدا. رجاء المغرب غير رجاء مصر امبارح ما كانش الاداء زي ما احنا متعودين من رجاء. كان الرجاء يعني هو السبيريت كانت قليله، الفتنس كانت ضعيفه جدا امبارح، كان الاداء مش لعيبه الرجاء اللي كانت بتلعب. لعبوا بضغط عالي على دفاع الاهلي في الشوط الاول، الامر ده اللي اثر على لياقتهم البدنيه، على الفتنس بتاعهم في الشوط الثاني، ما لقيناهمش في الشوط الثاني تماما، وده ادى السيطره للاهلي، وده ادى الميزه للاهلي، الميزه اللي ما استغلهاش الاهلي بشكل كويس في اول نص ساعه او في اول حتى 40 دقيقه من الشوط
التاني. انا عندي احصائيات وارقام، عندي احنا عندنا 11 تسديده، الرجاء كان عنده 5 تسديدات على المرمى، عفوا 6 تسديدات والرجاء كان عنده 2، احنا كان التمريرات يمكن عندنا العدد يمكن شبه دبل التمريرات اللي حصلت مع الرجاء. هم معتمدين يعني على الضغط والاعتماد على الهجمات المرتده، وده كان موجود. يمكن في بعض اللاعبين في الاهلي يعني مثلا زي محمود متولي تسبب في هجمه خطيره جدا للرجاء، فهو ده اللي بيلعبوا عليه، الضغط على مدافعي الاهلي ان هم يتاخروا في الديسيجن او القرار اللي ياخدوه جوه الملعب، فده ادى لاخطاء جوه الملعب وكان ممكن يستغلوها بشكل كويس. ال11 تسديده اللي سددها الاهلي في المباراه كلها منهم 7 في الشوط الاول، يمكن كان في هدف ملغي للاهلي في الشوط الاول، يمكن كان في فرصه لحسين الشحات برضو في اول 10 دقائق، ف7 من 11 في طول المباراه، فبيبين لنا التباين ما بين الفعاليه الهجوميه للاهلي في الشوط الاول والشوط الثاني. هي في الاخر هي نتيجه مطمئنه جدا بشرط تخطي الشوط الاول صح. من مباراه العوده بشكل كويس، اعتقد ان الاهلي يعني الهدف الثاني طمنه اكتر وللتاهل للدور قبل النهائي. كلمني عن نقاط القوه ونقاط الضعف عند فريق الرجاء المغربي. نبدا بنقاط الضعف لانها كانت واضحه جدا في خط الدفاع، خط الدفاع بيفقد التركيز بشكل كبير جدا، يمكن حتى الهدف بان في الهدف الثاني كمان بالذات مع انخفاض اللياقه البدنيه مع عدم التركيز خلى لاعب في نص الملعب يتقدم لجوه ال 18، وهي دي يمكن اي مدرب في الدنيا خلاص هيعرف ان كولر بيعتمد على حمدي فتحي ان هو يتقدم جوه ال 18، ده عملها امبارح وده واضح بيوضح ايه؟ بيوضح ان اللعيبه تركيزها اقل، دخلنا في نهايه المباراه تركيزها اقل مع انخفاض اللياقه البدنيه، ف خط الدفاع يعتبر من اقل الخطوط اللي لعبت امبارح. في بقى 6 لاعبين جوه الرجاء في خط الوسط وخط الهجوم بيشكلوا خطوره، يعني شفنا مثلا فاول امبارح من الباك اليمين محمد النهيري، الشناوي شالها بشكل عظيم جدا جدا، استغلالهم للتسديدات من بره ال 18 بشكل كبير، تنفيذ الهجمه المرتده نفذوه بشكل كويس في الشوط الاول والشوط الثاني كمان، يمكن في الشوط الثاني ما كملتش اللي هي تكون تسديده على مرمى محمد الشناوي، لكن نفذوها بشكل كويس في 3-4 تمريرات، انا كسبان 1-0 وبهاجم، ورغم كده في برضو عايز اهاجم عايز اجيب الهدف الثاني طبعا طبيعي للاهلي، فعملوا هجمه مرتده في الدقيقه 73، هجمه كانت في منتهى الخطوره من اليمين للشمال بمنتهى السهوله، وده يسال عنها برضو لعيبه وسط الاهلي ازاي كل ده يتساب ما يكونش فيه رقابه اقوى على اللاعبين المفاتيح اللعب اللي جوه الرجاء. يمكن كمان الرجاء في 4 لاعبين ما كانوش غايبين عن المباراه، يمكن ابرزهم لاعب جزائري اسمه عبد الرؤوف بن غيث، وهو واحد كان من اوراق فريق الترجي التونسي وكان من الاوراق المهمه جدا وغايب بسبب الاصابه كمان. مش هنتكلم عن نقدر نستغل نقطه ان الزريدي حركته مش احسن حاجه في الجون، الطول مش مساعده انه ياخد الكور العاليه، دي من نقاط الضعف طبعا، من نقاط ضعف انس الزنيتي، ويمكن دي اللي استغلها الاهلي في مباراه السيزون اللي فات، برضو الهدف جاي من كرة عرضية، هدف محمد عبد المنعم برضو اللي أحرز السنة اللي فاتت في الرجاء برضو من كرة عرضية واستغلها استغلال ممتاز جدا وأحرز بها الهدف، كان في ملعب برضو ملعب محمد الخامس في المغرب، وده اللي حسم التأهل للأهلي الموسم اللي فات، برضو نفس الكرة الرأسية من بعيد ما تعتبرش من قريب، حتى محمد عبد المنعم وهو بيطلع للكرة وشه لو الناس هتتفرج على الإعادة وشه مش للجون بس دماغه متوجهة للجون، وأنس الزنيتي تعامله مع الكرة العالية الكرات الرأسية مش أحسن حاجة، فدي نقطة ضعف قوية بالنسبة للرجاء. هنشوف هنتفرج كولر هيلعب إزاي قدام الرجاء في مباراة السبت اللي جاي إن شاء الله صحيح، ونشوف نتمنى إن شاء الله التوفيق للأهلي، مباراة طبعا صعبة 2-0 مش النتيجة الكبيرة اللي يطمن ليها، مش زي ما ماليدي سان داونز اللي كسب 4-1 في الجزائر، هو كان ده تقريبا بس النتيجة برضو شبه مطمئنة، أي نتيجة بالفوز الأهلي ضمن التأهل، أي تعادل طبعاً. برضو نتيجة طبعاً الأهلي ضمن التأهل، التعادل لا قدر الله خسارة هنلعب ضربات ترجيح، خسارة 1-0 تأهل الأهلي طبعا، ففي يعني أكتر من احتمالية، ولكن اللعيبه بقى في لعيبه اصحاب خبرات جوه الملعب، يعني بنتكلم عن محمد الشناوي، بنتكلم عن عمرو السوليه، محمد عبد المنعم، وكتير من اللاعبين عندهم الخبره، لعبوا في اكتر من مناسبه على افريقيه، اكيد عندهم اكيد مباراه الذهاب غير مباراه الاياب، بننتظر طبعا المباراه اللي هتكون في المغرب، اعتقد ان هي برضو يعني ايه مباراه ستكون مختلفه يعني بشكل كبير أكيد طبعا. في التكتيك في اللعب في الجماهير،
عن المباراة اللي حصلت في القاهرة. بنشكر الناقد الرياضي الأستاذ محمد عادل، حلل معنا مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال فرقة. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. نورتنا. أهلا وسهلا. مشاهدينا الساعة دلوقتي 9 بتوقيت القاهرة، معدنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالة. اتفضلي يا هالة. شكرا منا. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية في مدينة الجلالة التي تتمتع بالعديد من المقومات المتفردة، خاصة موقعها المتميز على هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة. وشملت جولة الرئيس السيسي عددا من المناطق بمنطقة الجلالة، خاصة منطقة مرتفعات الجلالة التي تقع على مساحة 120 فدانا وتضم مكونات سكنية وخدمية وترفيهية ورياضية وعلى ارتفاع 250 مترا عن سطح البحر. كما تفقد الرئيس السيسي مناطق المنتجعات والكورنيش والنصب التذكاري بمدينة الجلالة، حيث التقى مع القائمين على المشروع ووجه لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك واطمأن على سير العمل بالمشروع. في إطار المتابعة المكثفة لأجهزة الدولة المصرية والمعلومات الواردة بشأن تطورات الأزمة السودانية، دعت وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدا لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة. كما تدعو الوزارة المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقا لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان. أعلن الجيش السوداني أنه سيعمل على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين إجلاء رعايا عدد من الدول وبعثاتها الدبلوماسية من السودان. هذا وقد بدأت الولايات المتحدة وفرنسا بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري. كما أكد بيان للجيش السوداني أنه تم إجلاء البعثة السعودية في وقت سابق برا إلى بورت سودان ومنها جوا إلى المملكة العربية السعودية. قال مسؤولون محليون أوكرانيون إن ما لا يقل عن 5 صواريخ روسية أصابت مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا والمناطق المحيطة بها في وقت متأخر من مساء السبت، مما ألحق بعض الأضرار في مبان مدنية. وأعلن حاكم المنطقة أولي سينغوبوف أن صاروخا أصاب منزلا في قرية كوتيلياري إلى الجنوب من خاركيف، بينما تسبب صاروخ آخر في اندلاع حريق كبير في المدينة نفسها. نصحت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها بتجنب السفر إلى كندا، مشيرة إلى ما تصفه بالعديد من حالات السلوك العنصري ضد الروس بما يشمل العنف الجسدي. وكانت روسيا قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على 333 من المسؤولين والشخصيات العامة الكندية، من بينهم رياضيون بارزون، فيما قالت إنه رد على القيود التي فرضتها كندا على موسكو ودعمها لأوكرانيا. أعرب وزير الدفاع السويدي بول جونسون عن ثقته في طول أمد الأزمة الأوكرانية، داعيا كييف إلى الاستعداد لحرب استنزاف طويلة. وطالب جونسون الحلفاء بالتأكد من أن لديهم القدرة على توفير اللوجستيات والذخيرة وقطع الغيار للقوات الأوكرانية. دعا مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل القوات البحرية للدول الأعضاء في التكتل إلى القيام بدوريات في مضيق تايوان. وشدد بوريل على ضرورة أن تكون أوروبا حاضرة بشدة في هذه القضية التي تهمها على صعيد الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا. وأضاف أن تايوان منطقة استراتيجية حيوية للغاية، مشددا على ضرورة حرية الملاحة بها.
قالت أجهزة الطوارئ الإسبانية إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 12 آخرون بعد نشوب حريق في مطعم بالعاصمة مدريد. وقال رئيس بلدية مدريد إن أحد الضحايا موظف بالمطعم والآخر زبون. وذكرت أجهزة الطوارئ أن زبائن المطعم تكبدوا العناء أثناء محاولتهم الهرب لأن الحريق اشتعل بالقرب من المخرج الرئيسي. أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالين أحدهما بقوة 6.1 من 10 درجة والآخر قوته 5.8 من 10 درجة هز منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا. وقال المركز إن الزلزال الأول وقع على عمق 43 كيلومترا بينما الثاني على عمق 40 كيلومترا وكان الفارق بينهما بضع ساعات. انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في الأعمال الفنية دايما في حاجة دايما بيبقى اسمها الماستر سين أو المشهد الأساسي، ده اللي بيكون أعلى مشهد في العمل من الناحية الفنية، سواء بقى كان في أداء الممثل أو الرسالة اللي عايز يوصلها المسلسل، بنبقى شايفين الماستر سين وبيبقى فارق معانا جدا، وكل الناس دايما بتبقى عايزة تتكلم عليه وبتبقى حاسة ان هو ده أكتر حاجة منورة في المسلسل. في أعمال بقى لها أكتر من 20 سنة ممكن ننسى تفاصيلها، لكن مش ممكن أبدا ننسى الماستر سين أو المشهد الأساسي أو الرئيسي اللي حصل فيه التصاعد بتاع الأحداث، وممكن يبقى هو ده عندك ملخص أحداث المسلسل كله على بعض. صحيح، زي ما أنت قلت كده منا، يعني هو المشهد مش الأساسي بس، ده هو المشهد اللي بيلخص كل حاجة. علشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن مشاهد الماستر سين في الدراما الرمضانية، خصوصا بعد ما خلصت المسلسلات اللي استمتعنا بها طوال الشهر الكريم. هنتكلم عن عدد كبير من أهم المسلسلات اللي ربما كانت أو لاقت إعجاب الجماهير خلال أيام شهر رمضان، وهيكلمنا عنها بصحبتنا الناقد الفني الأستاذ خالد محمود. صباح الخير أستاذ خالد. صباح الخير. صباح الخير يا سمسر. أهلا بحضرتك. شفت إزاي بشكل عام؟ خالد بنسعد والله أنت معانا. أنا سعيد إن أنتوا اخترتوا كمان نقطة تذكر الناس بمحطات قوية. أيوه. عند النجوم وعند صناع المسلسلات عشان يعني يبقى خدوا حقهم كمان وسط الزحمة الكبيرة دي. أكيد. في حد بيختلف من حد الاخر ان هو يشوف ان الماستر سين بتاع العمل ده مختلف، يعني العين بتاعه الناس ممكن تختلف ولا الاختلافات بتبقى طفيفه؟ بصوا السنه دي الموسم ده كسر حواجز، كنت لسه بتكلم مع استاذ منى، كسر حواجز بين النظره المتخصصه قوي للنقاد. ايوه. العين المختلفه والجمهور. المره دي الحس الجماهيري علي والمسألة دابت شوية، وانت ابتديت تحس ليه الناس التفت حوالين المشهد ده او المسلسل ده، لانه كان في اصرار من النجوم وصناع الاعمال ومشاهد كثيرة على انها توصل بشكل كبير يعني. فاعتقد انه في حياة كل ممثل فرص انه يقدر يعمل مجموعه من المشاهد اللي تبقى في تاريخه وترسخ في ذهن المتلقي وتوصل رساله العمل والشخصيه بشكل كبير، وده في الحقيقه اللي نجح فيه كتير من الممثلين والممثلات هذا العام في موسم شهد تنوع وفرايتي كبير ومتغير في فكر النجم نفسه، متغير في الخريطه بتاعت الشاشه نفسها، إصرار من شركة الإنتاج على أنها تبقى عاملة حالة من التوازن بين قضايا كتيرة وأعمال كتيرة وموضوع ال 15 حلقة. حاسس أن في نضج كبير حاصل في هذا الموسم في الحقيقة. صحيح. لو نيجي نقول بقى أن زي حضرتك بتقول الماستر سين السنة دي أو في الموسم ده مش عارفين نقدر نقول قد إيه شايفينها في مسلسلات كتير، ويمكن في مسلسلات بعضها نقدر نقول انه كان كل ممثل له ماستر سين، له علامه طبعا مميزه، ويمكن ده شفناها ابرزها كان في مسلسل ايه من وجهه نظر حضرتك؟ بصي كتير يعني، فعشان اقول عشان شوفي الحلقات النهائيه يعني وصلت كتير من المشاهد لمرحله نضج عالي جدا.
اعتقد مسلسل وصلت الرسالة يعني. الرسالة اعتقد مثلا مسلسل زي تحت الوصاية طبعا النجمة الكبيرة منى زكي في حالة توهج كبير قوي، مش بس عشان فكرة المسلسل والتعاطف مع الشخصية اللي هي بتعاني من أجل إثبات وجودها وتحافظ على كيان أبنائها وحقوقها، التعاطف الاجتماعي اللي بيحصل من الوهلة الأولى، لكن كمان في الأداء والتوهج وإزاي قدرت تحط الجماهير كلها جوه الشخصية وجوه الحدوتة. صحيح. أعتقد من أهم المشاهد في الحقيقة من وجهة نظري في الحلقة النهائية لما بيتحكم عليها بالحبس لمدة عام وابنها، وده موهوب كبير جدا هنشوفه يعني، ده ممثل هيكسر الدنيا عمر شريف، وهو في عربية الترحيلات وبيجري عليها وبيقول لها أنا عاوز أجي معاكي، وبتقول له أنت الأب والأم والأخ لأختك. يعني في الحقيقة العلاقة الشديدة الرومانسية وشديدة الواقعية في هذا المشهد في الحقيقة يعني مشهد هيبقى خالد. صحيح. في تاريخ الدراما. تعبيرات منى زكي مرعبة مرعبة يعني بصي خطيرة. بلا افتعال وخطيرة جدا، وفعلا بتجسد حالتها بشكل فيه مصداقية كبيرة جدا، حالة نضج غير عادية، حتى مش بس في الأداء، في اختيار الأدوار واختيار الشخصيات في شيء ما. أتمنى أن هذه الحالة تسري على بقية نجمات مصر ويبقوا يفكروا أن هم إزاي يصنعوا تاريخ. هذا المشهد أنا بعتبره ماستر سين من صحيح. المشاهد المهمة أوي. خلينا نشوف مشهد المحاكمة ونشوف برضو هل هو يصلح عليه يعني لقب ماستر سين جدا. مسلسل تحت الوصاية، ولا ممكن نقول أن هذا المسلسل ليه أكتر من مشهد أساسي. خلينا نشوف المشهد ونرجع مرة تانية لحضراتكم. دون حديد أو رحيم كل الاتهامات الموجهه للوكيله في المملكه العربيه السعوديه، لان مفيش اي دليل نفسي يؤكد ان الوكيله دي خلقت مشاكل. هي مشاكل قائمه لا تليق بالشروط. حاضرين الشهاده على ان المتهم كان بحياتك المادية تواصل انا بعتمد يا استاذ الرئيس، مفيش اي دليل يؤكد المركب اللي كان بحوزة الوكيلة دي هو نفس المركب اللي بيحط الخطة من الخلال. الشهود شهدوا يا سيادة القاضي، الشهود شهدوا بتطابق المركب مع المركب الذي حذفه المتهم. والقضية الثانية إتلاف مال الأسرة. اتفضل. سيادتك أنا عايزة أتكلم والنبي. هسمعك بعد السيادة المحامين. لا ده سؤال واحد بس، مش هتكلم تاني خالص. فتى سيادتك، أنا مش عارفة أما تاخدوا العيال هتعملوا معاهم إيه؟ أصل في حاجات تخصهم أنا بس اللي أعرفها. ياسين لو صحي من النوم وما لقاش لمبة منورة بيتفزع، وبيفضل يومين ما بيعرفش ينام خالص، ولو كان ملوخية بطنه بتكركب قوي وما بيحطش حاجة في بقه بقية اليوم، وأهم حاجة عنده الكورة لأنه موهوب قوي فيها. يعني لو مفيش حتى فلوس نجيب لعب عادية زي بتاعت بقية العيال، الكرة لازم نجيبها. وفرح متعبة شوية في النوم، بتحتاج صبر يعني ومناهدة، بعد كده بتنام عادي. مفيش حاجة بتهدلها المغص اللي في بطنها غير الكراوية اللي بعملها لها. أنا مش عارفة أنا بقول الكلام ده ليه دلوقت ولا أقوله لمين يعني، بس أنا عارفة إن حضراتكم اللي بتقولوا مين اللي يبقى واصي، فبقولوا كده يعني عشان تبقوا عارفين وتقولوا اللي هياخد باله من العيال. أنا والله حاولت أعمل كل اللي أنا أعرفه،
بس هو عادل سابني بدري جوزي، ما كنتش عاملة حسابي ولا عمري فكرت في حاجة زي كده. مش عارفة أنا فيا غلط إيه، الغلط اللي عملته أنا مش عارفة. أنا بس قلت يعني للسيادات كل الحاجات دي عشان تعرفوها، عشان العيال. هتعملوا معاهم إيه؟ مين هيعرف الحاجات دي؟ الكلام اللي بتقوليه ده مش في القانون يا استحمى، وأنا بتكلم بالقانون بس. حد من السادة الأساتذة عايز يضيف أي حاجة؟ لا يا سيادة. المشهد مرعب، مشهد مؤثر جدا، يعني الحوار رهيب. فيه عالي قوي، أم جدا طالع من قلبها طبعا. جدا أداء رهيب جدا، ملخص المسلسل كله في مشهد واحد. بتوجع الرسالة، بتوجع المجتمع. والرسالة شوفي منى ازاي دخلت في الشخصية، وعينيها مش موجودة، مش بتبص على حد، هي كأنها بتبص لكل الناس في كل العالم. اللي كاتبه كمان كاتبه بذكاء شديد جدا، انه ازاي انتوا تتعاملوا مع اطفالي. الام هي اللي بتشيل، مش حكايه بس مصاريف، مين هيتعامل مع الناس دي، تفاصيل الولاية، تفاصيل قليلة. اعتقد انه هرب من المباشره بذكاء شديد جدا، وحوار حقيقه مؤثر قوي مع الموسيقى التصويريه. اعتقد انه اتعمل بشغل احترافيه كبيره جدا، يعني كانه شايف شغل السينما. شايف انه انجح مسلسل في رمضان؟ انا شايف انه انجح مسلسل، هو مسلسل مكتمل في فئته، العناصر في فئته. يعني اولا انا سعيد بحاله التوهج اللي بتحصل في مسلسلاتنا الدراميه، واتمنى ان احنا نتمسك بهذا التوهج ونستغله حتى سينمائيا. يعني احنا عمالين بنتكلم على انه ما عندناش افلام قويه وافلام كويسه وافلام تقدر تنافس، لا احنا نقدر نعمل ده ونواصل حاله التوهج اللي احنا رسخنا بيها الدراما الجميله دي حتى على شاشه السينما. وبدعو من خلالكم منى زكي انها ترجع تاني للسينما وتبقى في حاله التوهج وحاله الحب وحاله الالتفاف الجماهيري دي، دافع كبير ان احنا نشوف كتير من نجماتنا ونجومنا على شاشه السينما. بس في اعمال يعني زي مثلا جعلوني مجرما، اريد حلا، الشقه من حق الزوجه، غيرت قوانين بالفعل. تعتقد ان تحت الوصاية هيعرف؟ احنا امبارح عرفنا ان نائب محمد اسماعيل ونائب امير العدل توجهوا بطلب احاطه لوزير العدل من اجل تغيير مفهوم الوصاية وتفنيد بنود الوصاية تاثرا بما حدث في هذا المسلسل. تفتكر المسلسل ممكن يعمل؟ اعتقد انه يعني في الاعمال الاولى اللي حضرتك ذكرتها ما كانتش الناس حاطه افكار مسبقه ان احنا عاملين هذه الاعمال عشان نغير بها قوانين او نغير بها معتقدات راسخه ممكن بتؤرق نماذج من الاسره. اعتقد ان حاله الابداعيه والنجاح الكبير وحاله الصدق الشديد اللي نجحت بها هذه الاعمال هي اللي فجرت هذه النقاط انها تتعدل تشريعيا. وهنا الفن اصله الفن موجه لمين؟ للانسانيه، والتشريعات معموله برضو للانسانيه. الدراما دي مش هي بتطلع اللي موجود في المجتمع؟ طبعا مشاكل الناس واللي طبعًا بيتفرج عليها هم الناس، لو ما حسوهاش هيمسكوا الريموت ويحولوا. حركت على الاقل، حركت يعني على الاقل اسئله جواكي، صحيح، حركت اجابات. حتى لو في قوانين شوية اتعملت في ظروف ما قبل المتغيرات الاجتماعية ممكن تظلم فئة من فئات الأسرة، أعتقد أن في هذا المسلسل حتى لو مش محتاجين أن القانون يتغير أو ما حصل أو ما حصلش، أعتقد أن الأسر أو هذه النماذج ستغير من فكرها وستتوحد مشاعرها. لأنه في النهاية أنا ليه أحجر على حق لصالح أم تقدر تطلع ابنائها أحسن، تربيهم كويس ويعيشوا عيشة كويسة، ولازم
المسألة تتحرك. إعادة النظر في قصة المجلس الحزبي والميراث فهو النجاح والأطفال. النجاح الفني أنا مع حضرتك دافع كبير جدا، وهو ده مهمة الفن زي ما حضرتك بتقولي، إنه ينبش في مشاريع يعني ويحرك حالات لصالح الإنسانية ولصالح البشر في العصر وينقل الكلام من ساحة النقاد إلى المجتمع إلى تحت القبة البرلمان، يتم التحرك تشريعيا في طبعاً هذا طبعاً. وفي كتير من النماذج بتتعامل مع جزء من القوانين بس ما بتوصلش حالة التوحد ولا حالة البريق ولا حالة الإبداع زي ما بنشوفها. النجاح الفني هو اللي بيحرك المسألة ويقدر يغير كتير من المفاهيم والأوضاع والقوانين الاجتماعية اللي هي يعني إيه مش لصالح الإنسان قوي. صحيح. طيب جعفر العمدة بقى، السوشيال ميديا السنة دي كانت مختلفة، رد فعل مختلف من السوشيال ميديا تجاه هذا المسلسل، وتصاعد أحداث ممثلين بيتحركوا بمنتهى الحرفية، كل ممثل لو طلع قال كلمتين فقط لا غير طلع قالهم من القلب قوي وظهر بشكل مختلف. شفنا جعفر العمدة لما اتهم أخوه سيد بخطف ابنه، قوة المشهد ده كانت عاملة ازاي وحضرتك شفت المشهد ده ازاي؟ ده فعلا نقدر نقول عليه ماستر سين؟ جدا جدا في الحقيقة. يعني أحمد فهيم في المسلسل ده يعني قدم نفسه بشكل رائع جدا. نعم. وموهبة كبيرة جدا، ويمكن المخرج محمد سامي لما اختاره أعتقد حتى ما كانش في ذهنه أنه هيبقى بهذا التألق الكبير اللي ظهر عليه، لكن هي الحالة اللي اتوضع فيها أحمد فهيم في مواجهة جعفر العمدة. خدي بالك بس المشهد ده إيه، كل الطرق بتؤدي إلى أنه اللي عامل الأزمة واللي خاطف أخوه واللي خاطف ابنه أخوه. نعم. حتى زوجاته بيقولوا بيغير منك، بيوصلوا لنفس الحالة. أي. فأنا شايف أن المشهد ده التعبير فيه كان بالعين في حالة صدق شهير جدا وتلقائية غير عادية داخل جعفر العمدة. ماتش تمثيل بيوجه تمام جدا، بيوجه لوم وعتاب واتهام مباشر وغير مباشر في نفس اللحظة لأخو سيد بأنه هو اللي ورا ده. احنا شايفين مع بعض المشهد طبعا فشوف التعبير بالنظر، شوف الدموع، شوف الإحساس من جوه، انت بتوجعني من جوه. وده عينه يعني جعفر عينه صريحة في وش سيد، لكن سيد طبعا بيرد له تاني كأنها مباراة، انه ماتش تمثيل مش هقدر مش انا. ففي الحقيقة المواجهة دي كمان كانت محورية جدا، لانه في يقين اتعدل جوه شخصية جعفر من مش اخوه هو اللي عامل المشكله. صدقوا خلينا نسمع المشهد. خلينا نسمع الدنيا انت طريقها ماشي عكس كل اللي انا عايزه. فكرتش ان كل واحد بياخد على قد نيته يا سيد؟ وانا كانت نيتي مالها جعفر، انا طول عمري بحب الخير للناس كلها، الغريب قبل القريب، وما اشوف حد متنكد اكن انا بالظبط اللي اتنكد. ميزان الدنيا هو اللي جه عند كفتني ومال يا جعفر. مفيش كفة بتفضل مايلة طول العمر، الدنيا كده زي ما بتدينا زي ما بتاخد مننا. بس أهم حاجة يا سيد ما نجيش على اللي مننا، ما نأذيش اللي مننا. يا جعفر معايا أنا؟ لأ معايا على طول مايلة. أنا اتحرمت من الخلفة وخسرت كرامتي، مراتي طلعت خاينة وقلت قيمتي وقيمتكم. حتى أنت يا جعفر، حتى أنت زهقت مني ومن مشاكلي، أكيد قعدت مع نفسك وقلت هو أخويا الكبير بس هو اللي هزق نفسه وأنا عملت اللي عليا معاه. أنا فاكر زمان لما جيت قلت لك أنا هتجوز وداد يا جعفر، قلت لي بلاش دي مش شبهنا، قلت لك إزاي يا جدع دي بنت خالك، قلت لي الجواز مش بالقرابة، الجواز بالبني آدم اللي هتتجوزها يا سيد. ساعتها قلت لنفسي
أكيد جعفر مش موافق على الجوازة عشان ما بيطقش ودان من وإحنا عيال صغيرين. بالرغم من كده لما جيت أطلب إيدها أنت اللي اتكلمت مع خالك يا أخويا صغير، مع إن الكلام ما كانش على هواك. من ساعتها وأنا بقول لنفس الكلام اللي بقوله لها كل شوية، يا ريتني سمعت كلامك. إحنا شايفين مع بعض المشهد، مباراة تمثيل. شوفي محمد رمضان اتغير خالص. يعني ده حقيقي جدا. المرة دي هو إنسان أكتر منه فتوة وفرد عضلات. شوفي بكى كم مرة. إحنا لأول مرة نشوف دموع رمضان كثيرة كده في المسلسل. وفي المشهد ده الحوار يعني عينه في عين أخوه بتوجه الاتهام، وهو التسلسل اللي ماشي وجدانيا من سيد وهو بيكمل في الحوار بيتسرب لي انه مع الوقت بيقتنع بنسبة 75 50 25 لحد ما بيوصل في النهاية عنده جزء من الشك، بس ما كانش الشك 100%. فالتعبير الاتنين بالعينين ده واقف بيسمع، وانا كأني قاضي بحكمك وانت كمتهم بتدافع عن نفسك، بس معمول بشكل انساني كبير جدا. زائد انه يعني بصي الخلفيه النفسيه للشخصيتين، ان ده هو كبير البيت وكبير العيله، والتاني رغم انه كبير في السن الا انه يعني دايما هو الطرف الاضعف، فتحس ان هو ده سيد وهو ده جعفر. التاني واقف وده يعني بكل خشوع في الاداء، يعني بصراحه أداء راقي جدا جدا. والمشهد ده بيفكرني بمشهد تاني لن يقل عنه عظمة في الأداء، لما راح المقابر وهو بيكلم أبوه، هو ليه خلى جعفر هو الكبير عليه وأنا الصغير وقد أنت كنت بتقدمه علينا وبتثق فيه وبتبعتنا أنا مشاوير وبتدي له هو الحسابات. شوفي ده رايح جاي صحيح. هو مؤمن أنه هو مش هيبقى زي جعفر، لكن في نهاية ابتدى يحاكم نفسه وهو بيكلم ابوه. هو ما كانش بيكلم، هو بيكلم نفسه، انا ليه وصلت لهذه المرحله وليه بتهان بالشكل ده، لان فعلا من انا ضعيف. ففي الحقيقه يعني اعتقد نوع من انواع قدرات جلد الذات او حساب النفس. محمد يعني رمضان هذه المره كمان فتح المساحه لكل اللي حواليه. نعم. يعني مش البطل الاوحد، ورق محمد سامي وكتابه اختلف وازداد نضج وتعلم من كتابات النقاد، واعتقد انه عشان كده هو وصل لشريحه اكبر. طب ما تخلينا نروح فاصل ونرجع نتكلم عن النقطه دي باستفاضه اكتر. تمام. استاذن حضرتك مشاهدينا، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي حلقتنا وباقي كلامنا عن الماستر سينز اللي موجوده معانا في دراما رمضان السنه دي اللي موجوده في مختلف الشاشات من انتاج الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. ما زلنا متابعين مع حضراتكم المشاهد الخاصة لأهم يعني أهم المشاهد الخاصة بالمسلسلات الرمضانية. الماستر سين هو أهم مشهد، ربما زي ما قلنا لحضراتكم بيلخص العمل الدرامي. عندنا أكتر من ماستر سين في الدراما الرمضانية هذا العام. تكلمنا عن جعفر العمدة، تكلمنا عن تحت الوصاية، ربما الجمهور الكل السنة دي أشاد أيضا بظهور الفنان أحمد عيد في مسلسل عملة نادرة لكم بطولة النجمة نيلي كريم والنجم جمال سليمان. اعتقد عوده مهمه يا استاذ خالد للفنان احمد عيد، واعتقد المشهد ده ممكن يكتب ليه برضو يعني بدايه جديده بعد غيابات ما كانش مستحقها هذا الفنان. انا متفق معاك تماما، مهم قوي عند الفنان انه يعمل مساله البدايه الجديده دي من وقت لاخر. يعني على الساحه العالميه مثلا قدر ديكابري يخرج من شخصيه روميو لبدايه مختلفه وخد الاوسكار. صح. يعني قدم شخصيات وده اللي حصل مع توم كروز وحصل مع نجوم كتير قوي. الثقافه دي في الحقيقه ما كانتش موجوده عندنا قوي، للناس كانت بتكرر بعضها. السنه دي في الحقيقه في اكتر من نجم قدروا يغيروا الحكايه دي ويقتحموا مناطق تانية، ومنهم احمد عيد. احمد عيد في الحقيقه في مسلسل عمره نادره يعني عاوز اقول لك ايه، اعاد اكتشاف نفسه تمثيليا وقدم في الحقيقه مجموعه من المشاهد اللي انا بعتبرها ماستر سين.
وخاصة بعد ما فقد حبيبته اللي كان بيحبها من طرف واحد وكان عاوز يرتبط بيها وأصيب بحالة نفسية. أيه. أعتقد أنه قدم يعني مشهد استثنائي بينه وبين نفسه، بيطارده هاجس أنه هو اللي قتل أخوه، وبيحاول يقول ده حتى لأمه في المشهد أو لأبوه، وهما مش مقتنعين أو مش مصدقين ان ده مفكرنا هلوسة. لكن عارف انت الصراع لما ينجح الممثل، لما ينجح الممثل ويعمل صراع بينه وبين نفسه داخلي بيقدر يطلع طاقة تمثيلية. احمد عيد ادهش الجميع في الحقيقة، هذا الممثل اللي تعرف بأدوار كوميدية ادهش الجميع بهذه التركيبة النفسية الاجتماعية، ان هو وارث جزء من الجبروت من ابوه وضعف قدام الحب، وفي النهاية بيطردوا شبح قتله لأخوه. كل التركيبة دي قدر يطلعها في مشهد هو نايم على السرير في حالة من اللاوعي. في الحقيقة أنا شايف إن ده من أجمل المشاهد اللي برضو مش هتنسى لأحمد عيد، لأن وليه كذا مشهد في الحقيقة في المسلسل، لكن لما دخل المرحلة دي من اللي هي المتغير بتاع ازاي تقدر تعترف بخطاياك وانت في حاله من اللاوعي. خلينا نشوف ونرجع نعلق عليه علشان مشاهدينا اللي ما شافوهوش يتابعوه معانا. محتاجه ده شوف المشهد ده، هو بيقول هنا لامه ان هو اللي قتل اخوه، هي مفكره ان دي هلاوس، حاله مرضيه، حاله حمى، لكن هو قدر يوصلها، هو مش باصص لها. لكن شوفي حاله الاندماج الكامل، الحاله النفسيه لما تطلع بقى خطاياك على وشك وانت مش في علاقة مباشرة مع الطرف اللي قدامك، دي بتحتاج في الحقيقة قدرات كبيرة. أعتقد أن أحمد عيد نجح فيها نجاح كبير جدا، وقدر يوصل الرسالة بشكل غير مباشر. التحول حتى للأم هيحصل فيما بعد، أنها تبتدي تصدق أن ده حقيقي، وهتبتدي ترفض المجتمع اللي حواليها بما فيهم جوزها وجبروت وجمال سليمان. بس حضرتك قلت يعني يمكن ان ديكابريو ما خدش الاوسكار غير لما تغير، ربما هوليود بتضع الممثل في انماط مختلفه، يعني توم هانكس دور له على شخصيه ثبت فيها. أيوة. مثلا يعني خد مثلا ناس كتير، نيكولاس كيج يعني معجون تمثيل، كل دور مختلف. احنا عندنا هنا انت كوميدي، انت اكشن، انت بتعيطني، انت بتضحكني، انت شرير، بتفضل شرير طول عمرك. ثقافه صناعه النجم مختلفه بره عن هنا، واعتقد ان ابتدت نجومنا ابتدت تدرك ده، انه ازاي تقدر تصنع نجم، ازاي اقدر احطك في قالب مختلف، ازاي اقدر المرحله اطلع منك جديد، المرحله دي ازاي اجدد عندك الحلم والهدف كل سنه. يعني هو ليه انا بقول لك ديكابريو لما عمل جي ادجر شخصيه سمينه وعنده 60 سنه، وده اللي اسس المخابرات المركزيه الامريكيه، ده كان خارج من كاركتر روميو جوليت اللي اتحط فيه من بعد تايتانيك وعمل ازاي قدر يكسر حاجز الشخصيه الرومانسيه. هو ده احنا عندنا هنا، النجم شويه بيبقى متردد لما بينجح في دور او في شخصيه كوميدية أو إلى آخره، بيكمل على هذه النمط وبيخاف. السنة دي في الحقيقة دراما رمضان والشركة المتحدة ساعدت كثير من النجوم إن هم يغيروا جلدهم، يعني شفنا ياسر صحيح. جلال في شخصية مختلفة، بعيد عن الأكشن، وقدر إزاي حتى يتخلص من نجاح الاختيار الكبير. وأحمد عيد أحمد عيد شفنا طارق لطفي صحيح. دخل في كاركتر رومانتيك في أزمة اجتماعية، وقدر إزاي يتجاوز جزيرة غمام. نعم. يعني عاوز اقول ايه، الاراده موجوده، بس هي محتاجه ان انا لازم ابقى بمسك في شخصيه تقدر تقدمني خطوه لقدام. أيوه. اقدر اشتغل عليها واجتهد فيها واعمل لي تاريخ. التنوع ده التنوع مهم قوي بالنسبه للفنان في رحلته وعلى مساره. يعني بنتكلم بقى كمان عن التاريخ، احنا كنا مفتقدين الأعمال التاريخية، وكنا ابتعدنا وغيرنا اتقدم خطوات وابتدى يملى المجال اللي كان ابتدى يفضى. عودة قوية جدا للمسلسل التاريخي عملته الشركة المتحدة السنة دي برسالة الإمام. يمكن نقدر نقول ان في اتنين ماستر سين في رسالة الإمام، مش واحد بس. اول مشهد كان محاكمة الإمام الشافعي، لو حضرتك شايف المشهد ده قولينا بقى شفته ازاي. شوفي انا مش هتكلم كلام نظري، عودة
الدراما التاريخيه او الدينيه بهذا البريق الكبير، ولكن هتكلم عن الحاله الوجدانيه والحاله الانسانيه وايضا العقليه اللي اثرت كثير في مشاهدين هذا المسلسل. النجم خالد النبوي بمشروعه الكبير ان هو مصر يبقى ممثل كبير وليه محطات مختلفه، دي بقى الاراده اللي كنا بنتكلم عنها. خالد النبوي يملك هذه الاراده. فهذا المسلسل شوفي تعبيرات خالد وشوفي ازاي بيحول كادر المحاكمه كله النفسي عند اللي بيحاكمه صحيح. لانه يتعاطف معاه ويعتبره حاجه مفيده جدا للمجتمع. طب خلينا كلنا نستمتع بهذا ونشوف نجم خالد النبوي رساله الامام اللي يعتبر من اهم مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي. وعنقك كمن سبقك وقد شققت عصا الطاعه وخرجت علينا. يا امير المؤمنين انت الداعي وانا المدعو، انت الحاكم وانا المحكوم، واعرف انك لا تقتل قومك ولن تؤذي من لم يرتكب ذنبا. ومن قومي؟ انت مولانا امير المؤمنين هارون بن محمد ابن المهدي ابن عبد الله المنصور ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. واين انت من قومي؟ انا محمد بن ادريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. أحسنت في تفصيلك. وعن جدنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاشم والمطلب كهاتين، هم منا ونحن منهم، ما فارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام. صدقت، ولكم آل المطلب من سهم ذي القربة، ولكن كيف لم ترتكب ذنبا؟ وقد بلغنا أن ابن عمنا لما بغى علينا وتبعه الأرذلون كنت رئيسا عليهم، ما الذي حشرك مع هؤلاء؟ يا أمير المؤمنين، إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل، وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري عن الفضل، فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبيهما حتى أوسد في الرمل. القصة يا مولاي إن ثقيفا وبني الحارث احتكموا إلي في ملكية بعض الأراضي، ساوموا وحاول كل منهم أن يستميل إلى ناحيته، رفضت فشنعوا بي في مكة وعند الوالي، فحملني الوالي مع من حمل، وأشهد الله أنه اتهمني ظلما. والله يا مولاي إن سيرة هذا الرجل وسمعته ذكيتان وطيبتان، وما كان لأحد مثله أن يبيع دينه ويشتري الدنيا. وإني يا مولاي لي حرمة الإسلام وذمة النسب وقبلهما وعد الرحمة الذي أرسله الله لي على يديه. لقد ذكرت قرابة سنحفظها لك، وذكرت علوما لو وعيتها سنقربك ونكرمك عليها، وشهد لك من نثق بشهادته، أكثر الله في أهلي مثلك أيها الفقيه، فبما تعظ أمير المؤمنين يا شافعي؟ وبإيجاز. في الحقيقة احنا كان يعني وحشنا جدا الأعمال الدينية اللي غبنا عنها بقالنا فترة طويلة. الرسائل الإمام أعتقد من أهم المشاهد. النجم خالد النبوي طبعا متميز لغته العربية وتمثيله البارع، قعدنا ليه يعني الدراما المصرية اللي اتعملت من سنوات طويلة. كان في مشهد تاني أيضا لمناظرة الإمام الشافعي. أستاذ خالد أعتقد المشهد ده يعتبر برضو من أهم مشاهد هذا العمل، يعتبر أيضا ماستر سين أو مشهد يلخص هذا العمل. طبعا بص، أولا هو مشهد صعب لأنك أنت في النهاية أنت اتنين علماء بيتكلموا مع بعض أو مجموعة من العلماء وواقف وسطهم الإمام الشافعي. شوف الحضور الطاغي اللي عمله خالد النبوي في تون الصوت والنطق الكلام أي. والنظر في عيون
ما يسموا بالخصوم الفكريين، وازاي تقدر توصل هذه الرسالة وهذا المنهج للمشاهد العادي. اعتقد انه يعني كان من المشاهد المهمة اللي عملت متغير ما في وجدان وفكر المتلقي، انه ازاي يختلف وازاي ما يرفضش رأي الاخر، وازاي يقبل بما يقوله الجميع، وازاي يتمسك برأيه، وازاي يدافع عن رأيه اللي هو واثق ان هو صحيح. اعتقد ان الرسائل العظيمة جدا اللي وصلت من كل الحوارات اللي في مسلسل الامام رسائل كانت مفيدة للبشرية بمختلف ثقافتهم على فكرة، يعني للعالم والكبير والامام والمتدين الوسط. وخد بالك الامام الشافعي جزء من مصر، لان مصر في حقيقتها بتنتمي للتدين الوسطي. صحيح. والإمام الشافعي كان النموذج، جزء من وسطية مصر، النموذج الملهم للوسطية، عشان كده معظم المصريين ربما يبدو هنا في البساتين مقابر الإمام الشافعي شافعية، هنا هنا لأنه بعيدا عن التزمت جلسات النقاش الأفكار الآراء، إحنا كنا عمرنا ما نعرفش مسألة الغلو أو التعالي في مسألة مناقشتنا. ربما في متغيرات حصلت، لكن أصل هذا الشعب أصل وسطي جميل، والإمام الشافعي طارق جزء من يعبر جو جوه وجدان. خالد النبوي في الحقيقة يعني بصراحة أنا برفع له القبعة أنه قدر يوصل هذه المسائل الصعبة والأفكار الكبيرة بهذا الحب وهذا التسامح، والنظرة بتاعته وش المبتسم طول الوقت وصدره الرحب، كل ده دروس في العقل الباطن المتلقي بيعكس ما يمثله بالظبط. صحيح. اكيد. كل الشكر لحضرتك الناقد الفني الاستاذ خالد محمود، نورتنا وشرفتنا وعرفتنا حاجات كتير، واستعرضنا مع حضرتك كتير من المشاهد. شكرا. انا متشكر جدا وسعيد بهذا اللقاء يعني المبهج في ايام العيد، وكل سنه وكلنا طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. وبكده خلصت حلقتنا النهارده، كنت معاكم انا مصطفى كفافي، كان بصحبتي زميلتي العزيزه منى الشراوي، كان بصحبتنا ايضا زميلتنا هاله الحملاوي. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد، نصبح عليكم مره تانية. صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.